صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده 21 اكتوبر 2021، والنهارده يوم اجازه. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا حسام، وصباح الخير على كل مشاهدين صباح الخير يا مصر في كل مكان. حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، وزي ما حسام قال النهارده 21 اكتوبر، وده تاريخ ما ينفعش يعدي علينا كده او يمر علينا كده مرور الكرام. ده تاريخ مهم جدا وعزيز على كل المصريين، يوم فخر حقيقي لينا كلنا ولرجال القوات البحرية تحديدا. زي النهاردة من 54 سنة تحديدا سنة 1967، وخلال حرب الاستنزاف أبطالنا في البحرية مش بس أغرقوا المدمرة إيلات، هم أغرقوا كمان معه أسطورة العدو اللي كان بيعتبر نفسه الجيش الذي لا يقهر. أبطالنا قدروا بصواريخ على لانشات إن هم يغرقوا المدمرة اللي بتوازي لوحدها نصف قوة البحرية في جيش العدو في هذا الوقت، بعد ما كانت واقفة في مياهنا الإقليمية على بعد 11 ميل بحري شرق بورسعيد، وعلى متنها طاقمها اللي كان وقتها حوالي 100 فرد، بقى مكانها الطبيعي في قاع البحر. عشان كده تم اختيار اليوم ده عيد للقوات البحرية. والحقيقة إنه ما ينفعش بس ننظر لأمجاد الماضي، لازم نبص إيه اللي بيحصل دلوقتي، إيه آليات التطوير اللي موجودة عندنا. حقيقة في تطوير كبير جدا بيحصل في القوات البحرية، واللي تم تزويدها في الفترة اللي فاتت بعدد من القطع البحرية المهمة زي حاملات المروحيات مسترال، الفرقاطات تراز فريم وجو ويند، والفرقاطات الشبحية والغواصات. لأنه بمنتهى البساطة القوات البحرية دلوقتي عليها مسؤولية كبيرة جدا في مناطق عملها، كان في البحرين المتوسط أو الأحمر. هذه القوات بتحمي 2000 كيلومتر من الشريط الساحلي على البحرين الأحمر والمتوسط، أيضا كمان بتحمي 21 ميناء، بتحمي المجرى الملاحي لقناة السويس، ليها دور كبير جدا. عشان كده بتعتبر واحد من أذرع الدولة القوية القادرة على الحفاظ على الأمن القومي المصري وعلى مصادر الثروة والطاقة في المياه الإقليمية المصرية. وعشان يكون في تطوير وتنمية ونقدر إن احنا نعيد استكشاف مواردنا، لازم يكون في قوة بتحمينا. عشان كده عندنا وكلنا ثقة في رجال القوات البحرية، لأنهم دايما قد المسؤولية ودايما قد التحدي. كل سنة وحضراتكم بخير، وكل سنة وكل أبطال البحرية المصرية بخير. الحقيقة ما ينفعش نحصر بس يعني إنجازات قوات البحرية المصرية حسام في تدمير إيلات، عملت حاجات كتير جدا، ليها إنجازات كبيرة جدا جدا جدا. يعني اليوم ده مش مهم بس للقوات البحرية ولا مهم بس للجيش المصري، هو مهم لجموع المصريين. تعالوا نرجع بالزمن كده وتخيل حضرتك وتخيلي حضرتك نفسك أو نفسك يوم 6 يونيو 1967، امبارح النكسة، جيش مصر هزم في أرضه نتيجة اعتبارات كتيرة جدا جدا، والحالة المعنوية سيئة. وهناك في المياه الإقليمية لمدة 4 شهور من يونيو لأكتوبر، في يعني محاولات إسرائيلية لاستفزاز القوات المصرية المنكسرة لكل جواد كبوة يعني.
وكان من ضمن الاستفزازات دي والحالة المعنوية السيئة اللي بيمر بيها جموع الشعب المصري مدمرة إسرائيلية اسمها إيلات. اخترقت المياه الإقليمية المصرية لأكثر من مرة، ويمكن كان بعد حرب النكسة، حرب 5 يونيو، حصل ان يعني حصل اشتباك او تعامل معها احد اللانشات المصرية، وللأسف استشهد كل من كان على هذا اللانش لغاية يوم 21 اكتوبر. وهنا النقطة المهمة، لان احنا حرب اكتوبر 6 اكتوبر 73 ما حصلتش يوم 6 اكتوبر 73 بس، ولا نفذها شخص واحد ولا سلاح واحد من القوات المسلحة المصرية، لا هي ابتدت نقدر نقول عملية من 21 اكتوبر 67. دي بداية حرب 6 أكتوبر، بداية حرب الاستنزاف، بداية الاستعداد ورفع الروح المعنوية القتالية للقوات المسلحة ورفع الروح المعنوية للمصريين. يوم 21 أكتوبر صدر أمر مباشر من القيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة بالتعامل بلانشين بحريين عسكريين مع المدمرة الإسرائيلية إيلات شمال شرق منطقة بورسعيد، مدينة بورسعيد الباسلة، اللي كانت بالمناسبة نفس المدمرة إيلات كانت أغارت عليها في العدوان الثلاثي سنة 56، وجي الرد باللانشين البحريين وكانوا عليهم أسلحة سوفيتية كومر، وتعاملوا مع المدمرة الإسرائيلية إيلات وأسقطوها. وخرجت العناوين تاني يوم، يوم 22 أكتوبر 67، بتقول إن مصر قدرت إنها ترد الألم وإنها ابتدت تستعد للحرب. إحنا أسقطنا المدمرة الإسرائيلية إيلات في مياهنا الإقليمية. دي بداية الحرب. الحرب ما بتحصلش في يوم وليلة، مفيش حاجة، ربنا خلق الدنيا في فترة زمنية، إنما أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما بين الكاف والنون. كان يقدر يخلق الدنيا سبحانه وتعالى في ثانية واحدة، لكن ادانا عظة إن كل حاجة بتاخد وقت. الاستعداد لحرب أكتوبر ابتدى من 67. يوم 6 أكتوبر 73 ده يوم التتويج، ده يوم التتويج. وبالمناسبة فيلم الطريق إلى إيلات، الفيلم العظيم اللي الناس بتفتكر بيه بطولات القوات البحرية المصرية، الناس بتخلط شوية ما بين تدمير المدمرة إيلات وما بين التعامل مع الرصيف الحربي في ميناء إيلات الإسرائيلية. احنا اتعملت كمان هناك عمليات ضمن فترة حرب الاستنزاف عظيمة جدا، 3 عمليات حربية غير في ميناء إيلات بالضفادع البشرية المصرية، غير التعامل مع المدمرة إيلات يوم 21 اكتوبر. هناك كان في تعامل في نوفمبر 69 وفي فبراير 70 وفي مايو 70، 3 عمليات. ال3 عمليات دول اسفروا عن تفجير الميناء البحري العسكري في إيلات وتدمير سفينتين عسكريتين كبار، بيت شيفع وبيت يم. دي من أهم العمليات العسكرية البحرية اللي قامت بها الضفادع البشرية في العالم، ومن أهم الخطوات الحقيقية اللي قامت بها القوات المسلحة لاستعادة الأرض في سيناء، حرب الاستنزاف. كل التحية للقادة المصريين من أول الزعيم جمال عبد الناصر لأصغر عسكري في فترة حرب الاستنزاف، وكل التحية إلى كل القادة العسكريين في حرب أكتوبر من أول الرئيس من أول الرئيس محمد أنور السادات لغاية أصغر عسكري في القوات المصرية، وأيضا كل التحية لكل المصريين اللي احتملوا هذه الفترة بكل الشحن المعنوي اللي كان حاصل فيها والاستفزازات والحالة المعنوية السيئة. النهاردة يوم مهم، والنهاردة كمان أجازة بمناسبة مولد النبوي الشريف، وأجازة سعيدة، وعندكم خميس وجمعة وسبت، احنا موجودين معاكم النهاردة، ويجعل نهاركم نادي ويجعل أيامنا كلها فرحة إن شاء الله. وقبل ما نبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلونا نصبح على ليندا. ليندا صباح الخير عليكي، ويعني أعتقد وسمعت كده إنه في انخفاض في درجات الحرارة. مظبوط يا جمانة، صباح الخير جمانة، صباح الخير حسام. هي جمانة درجة الحرارة امبارح في القاهرة كانت 28، النهاردة 27، ففي تحسن اهو. لا يعني هو خلاص بتقل تدريجيا، وبس في رياح بقى وحاجات كده. في أسوان درجة الحرارة النهاردة 35، الأسابيع اللي فاتت شفنا كانت وصلت للأربعينات. طب ممكن نلتزم بهذه الفترة شوية، يعني خلينا قاعدين في الدرجات دي، حلو يعني جو جميل، الواحد بيلبس لبس خفيف وبينزل يتمشى بالليل يتغطى شوية وهو نايم، يعني حاجة جميلة والله. أنا حاول على قد ما نقدر يا أرجوك، اتفضل.
صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ده غير أنه في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري. في كمان النهاردة فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 27، وأعلى درجة حرارة في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في سان كاترين 25. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لحسام وجمعنا عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. نشكرك يا إندا، شكرا جزيلا، وأكيد هنرجع لك تاني على مدار الحلقة. شكرا ليك. كالعادة بيكون معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم، دايما بنبدأ معاكم صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة وكرم أوائل الكلية، وألقى كلمة أكد فيها على الخريجين أنهم يكونوا قدوة في التعامل ومعالجة المسائل الأمنية. وجه سيادته بإدراج سلام الشهيد ضمن مراسم تخرج كلية الشرطة. أيضا انطلقت امبارح فعاليات التدريب حماة الصداقة 5 ومشاركة قوات المظلات المصرية والروسية. معنا كمان أخبار من مجلس الوزراء والتأكيد على توفير أراضي بالمدن والمراكز ضمن مشروع سكن لكل المصريين. رئيس الوزراء كمان أشاد بجهود الرقابة الإدارية في زيادة الوعي ومواجهة الفساد. كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أطلق تطبيق إلكتروني للرد على استفسارات الموظفين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وأخبار تانية كتير هنبدأها مع جمعنا. شكرك يا حسام، والبداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد امبارح حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتم تنفيذ عروض قتالية لقوات التدخل السريع وكرم سيادة الرئيس أوائل الكلية وقلدهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية، أيضا كرم أوائل الطلاب الوافدين من أكاديمية الشرطة. وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في حفل التخرج شدد فيها على أهمية أن يكون رجال الشرطة قدوة في التعامل ومعالجة المسائل الأمنية وسلامة المواطنين. وجه بإدراك سلام الشهيد ضمن مراسم حفل التخرج، وقال لن ننسى أولادنا اللي قدموا أرواحهم وحياتهم عشان مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلوا استراحوا فضلكم. أنا مش هطيل عليكم، لكن خلوني ان انا اسمحوا لي ان انا اتقدم بالتهنئه للضباط الخريجين الجدد والضابطات، الف مبروك. واسمحوا لي ان انا اهني الاسر واشكرهم ايضا ان هم قدموا او بيقدموا ابنائهم وبناتهم عشان يتولوا مهمه عظيمه جدا هي حماية أمن مصر وسلامة الناس. فكل التحية وكل الشكر لكم جميعا على ذلك. مش هنسى إن أنا أوجه كل التحية والتقدير والاحترام باسمي وباسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين، كل الأسر وكل الشهداء وكل المصابين من كافة من الشرطة ومن الجيش ومن القضاء ومن طوائف المجتمع المختلفة. والنهاردة يمكن مهم قوي نحن نتذكر قد إيه الأيام الصعبة اللي مرت على مصر خلال السنين السبع اللي فاتت، وقد إيه التضحيات اللي قدمها مش الشرطة والجيش، لا الشعب المصري كله. وانا دايما باكد الكلام دوت، قدموا تضحيات عشان البلد دي تفضل واقفه وعايشه وتتقدم. ففي اسر قدمت واحنا لن ننسى ابدا، والمفروض ان احنا مش بقول انا او الوزاره او الحكومه بس،
أنا بكلم الشعب المصري كله، مش هننسى أبدا أبنائنا وبناتنا الذين يعني قدموا أرواحهم وحياتهم وإصاباتهم عشان مصر تبقى بالوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وعايز أقول إن ده مازال حتى الآن، والله مازال حتى الآن يقدم من الجيش ومن الشرطة شهداء ومصابين. وبالتالي دي أو ده أمر مفروض إن احنا نتذكره حتى لا يتكرر في حياتنا تاني دلوقتي ومستقبلا. يعني مش هنسى ان انا وانا بهني الخريجين الجدد واقول لهم انتوا بتتعاملوا مع المواطن وامنه وسلامته وراحته، فمن فضلكم تذكروا دائما ان انتم تكونوا قدوه لهم، قدوه في التعامل معهم، قدوه في يعني معالجه المسائل الامنيه والمصالح الخاصة بيهم. ده أمر مهم قوي. أنا عارف إن يعني التعامل مع الرأي العام ومع الشعب أمر ليس باليسير، ولكن كمان دي صورة رائعة جدا إن إحنا ك يعني ممثلين لوزارة الداخلية في كل القطاعات اللي بتشتغل وبتتعامل مع الجمهور قد ايه مهم قوي ان احنا نكون قدوه ومثل ونحافظ على ده. وده يكون التطوير اللي بنتكلم عليه في اللي يمكن النهارده لتاني سنه او لتاني دفعه بنخرجها من حاملين الدراسات العليا من شباب وشابات الحقوق والكليات المتخصصه، وإن إحنا نطور العملية التعليمية بيبقوا حاصلين على الدبلوم أو الماجستير. ده أمر. ثم البرامج الأخرى اللي بتتعمل أو اللي شغالة دلوقتي في وزارة الداخلية لتطوير قدرات وأداء أبنائها من الخريجين والعاملين في قطاع الشرطة. بتمنى لكم التوفيق وبقول مرة تانية ألف مبروك، وخلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من زمايلكم، ودايما تكونوا مثل عظيم ورائع للناس في الشارع وفي كل حتة. شكرا جزيلا وألف مبروك. مش هنسى ان احنا كنا قلنا مرة قبل كده في الكلية الحربية ان احنا في كل حفلات التخرج بتاعتنا بيبقى فيه من ضمن مراسمها سلام الشهيد. سلام الشهيد من فضلكم، مش عايزين ده زي ما اتعمل في الكلية الحربية، في ده مراسم لابد ان احنا نحافظ عليها. وارجو من قائد الطابور ينادي سلام الشهيد ويعزف سلام الشهيد، ويبقى ده برضو احد مراسم اللي بيتم اتباعها اثناء حفلات التخرج. زي ما بقول مش هننسى، وبنسجل التحية لهم من خلال هذا الاجراء. اتفضل يا فندم. سلام الشهيد، سلام سلاح. We'll be right back.
كفن سلاح. في خبر آخر، امبارح انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5، ويشارك في التدريب قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية. هيستمر التدريب لحد يوم 29 أكتوبر بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات. امبارح كمان تم افتتاح أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة 6 أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة جريفلز الأسبانية. المركز ده هو واحد من 20 مركز بيتم إنشائهم بالتزامن مع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما وفقا لأحدث النظم العالمية. ننتقل دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واجتماعه أمس لمتابعة عدد من ملفات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. خلال الاجتماع تم التأكيد على توفير الأراضي المقترح استغلالها في المحافظات ضمن مشروع سكن لكل المصريين، مشروع طبعا اللي بيشمل كمان ثلاث مشروعات وهي الإسكان الاجتماعي والمتميز والمتوسط، كل تأكيد لتطوير المناطق العشوائية وأيضا المدن الجديدة. كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع امبارح نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واللي أعدته هيئة الرقابة الإدارية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الدكتور مدبولي إن الهيئة بتقوم بدور كبير في تحديث الخدمات الحكومية وزيادة الوعي المجتمعي لمواجهة الفساد والتصدي له. أيضا امبارح استقبل دكتور مصطفى مدبولي آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية بتعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو عالية في ظل تحديات وظروف استثنائية، وده رغم إنه عندنا زيادة سكانية بتصل ل 2 مليون نسمة سنويا، وده بطبيعة الحال بيحتاج توفير خدمات وفرص عمل وغيرها. قال كمان إنه القطاع الخاص هو عنصر فاعل وشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية. كمان الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع تابع فيه مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، وقال إن المشروع بيحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة بتسعى من خلاله لتحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، وكمان إضافة مساحات زراعية جديدة وتعظيم الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي. امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استقبل وفد من الاعلاميين الافارقه من دوله السودان الشقيقه، واللي بيتلقى دوره تدريبيه في القاهره، وده في اطار تعزيز مكانه مصر افريقيا ودعم الرساله الاعلاميه للدوله المصريه. الجهاز المركزي للتنظيم والاداره اطلق بالامس تطبيق الكتروني لخدمه الموظفين المنتقلين للعمل في العاصمه الاداريه. التطبيق ده او الابلكيشن هيدخل عليه الموظف ويسجل رغبته بخصوص السكن، اما بالحصول على وحده سكنيه في بدر او في الحي السكني بالعاصمه او R3 منطقه R3، وهياخد بدل نقدي نظير انتقاله للعمل من العاصمه، وده الاختيار R3 الاختيار الثالث. وكمان يقدر من خلال التطبيق انه يسال اي سؤال بخصوص الانتقال للعمل، وهيتم الرد عليه من خلال هذا التطبيق. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، النهاردة يتم غلق كوبري الجيزة المعدني بشكل جزئي لمدة 3 أيام، ده عشان استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيباكسي الخاصة بالكوبري، وده في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار. كمان النهاردة حيتم غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى ميدان الجيزة، وده في إطار تنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، والغلق هيستمر لحد انتهاء الأعمال. طبعا منطقة الهرم وفيصل يعني معروفة بالتكدس والزحمة والطرق يعني مليانة عربيات والميكروباصات، طبعا أكيد الناس هتبقى يعني متضررة بشكل أو بآخر من غلق الطريق، وده دور المرور وعمل شوارع بديلة الناس تقدر تتنقل فيها. لكن على الجانب الآخر
مضطرين اكيد نستحمل الفتره الزمنيه دي عشان يعني بعد ما تنتهي الاعمال هيخف الزحمه كتير، يعني الميكروباصات ومواقفها العشوائيه وزحمتها هتقل كتير، المترو هيخدم سكان المنطقه بكل تاكيد، كل الاماكن اللي كان فيها شغل المترو من بدايه الخط الاول للمترو لحد النهارده تضررت في وقت من الاوقات، يعني في اطار الاستعدادات والحفر والتنظيم، لكن فترة وبتعدي بكل تأكيد، وأكيد في شوارع كتير، وكان بصراحة يعني من سنة أو يمكن أكتر الناس اللي ساكنين في الهرم وفيصل خدوا بالهم إن في يعني تهيئة للشوارع، فتح شوارع اللي بتوصل من الهرم لفيصل، شغل في منطقة المريوطية، كمان شغل في ميدان الرماية عشان التكدس وعشان المتحف المصري الجديد، ففي يعني تطوير كان للمنطقة استعدادا لغلق شارع الهرم، فإن شاء الله تقصر المدة وما تستمرش فترة طويلة، وكل سكان شارع الهرم ومنطقة الهرم وفيصل يقدروا بعد كده يستمتعوا بالمترو بكل بساطة بعيدا عن زحمة المواصلات إن شاء الله. النهاردة كمان جامعة دمنهور هتنظم قافلة طبية متكاملة بشرية وبيطرية وزراعية وتموية أيضا لأهالي قرية منشية الأوقاف، وده بالاشتراك مع جامعة عين شمس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وإلى كرة القدم، النهاردة فريق النادي الأهلي والجهاز الإداري والجهاز الفني هيعملوا المسحة الطبية الجديدة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق استعدادا لمواجهة بطل دولة النيجر في مباراة العودة بعد ما الأهلي يتعادل في مباراة الذهاب هناك 1-1، والمباراة اللي ما بسطتش كتير قوي من جمهور النادي الأهلي، وكان في علامات استفهام كتير على أداء الجهاز الفني وموسيماني واللعيبة، لكن على أي حال دايما بنوفر الفرق المصرية اللي بتشارك في البطولات الأفريقية، زمالك، أهلي، مصري، البيراميدز كمان بنقف ظهرهم، وكل التوفيق ليهم في المباريات الأفريقية. اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي خلينا ناخدكم كده في جوله من الاخبار الخفيفه واللطيفه من انحاء متفرقه كده من العالم. هنبدا من فنان صيني اسمه يانغ ياكسين، يعني اتمنى ان اكون قلت اسمه صح. احنا كلنا طبعا بنسمع عن قضيه اهدار الطعام، ودايما بنحاول نوجه توعيه بقضيه اهدار الطعام وقد ايه ده ممكن، فكره ان احنا لو وفرنا الطعام او تعاملنا معاه بشكل مرشد ده يفرق كتير جدا. لكن الراجل ده عمل حاجه غريبه جدا في القضيه دي او عشان يقدر يساهم في التوعيه ضد قضيه اهدار الطعام. الفنان الصيني يانغ ياكسين وجه رساله صدمه للتوعيه بقضيه اهدار الطعام من خلال انه جاب 1000 قطعه ذهب صغيره على شكل حبوب رز ورماهم في الشارع وصناديق النفايات ومية النهر. شوية الذهب بقى دول اللي اترموا وزنهم 500 جرام، سعرهم وصل ل 200,000 يوان يعني 31,000 دولار. هي القضية مهمة والتوعية ضد فكرة إهدار الطعام مهمة، لكن فنهدر ذهب؟ يعني أنا عايز أعمل له توعية لإهدار الفلوس بصراحة. يعني فكرت فيها إزاي مش عارفة، بس يعني هو يعني جه كحلها عماها. يعني اعتقد ان لو كانت تستخدم الفلوس دي مثلا في انه فعلا يطعم مثلا فقراء او حاجه كانت هتفرق، بس يعني لا انا مش عاجبني الموضوع ده. مش عاجبني الموضوع ده بصراحه، بس يعني تمام، اكيد هو عنده وجهه نظر، اكيد في وجهه نظر ورا الموضوع، يعني تمام، بس يعني هي ممكن تكون وجهه نظره انه الذهب ارخص من الاكل، يعني أو ممكن تكون فلوسه زي الرز، يعني عنده، عارفه احنا في مصر لما بيبقى حد يقول لك كده يحصد محصول الرز فيقول ده هيعمل فلوس قد محصول الرز، صح؟ انت عارف انا اول ما قريت الخبر، يعني لما شفت الخبر طبعا كان موجود على السوشيال ميديا، اول ما قريت الخبر انا افتكرت ان هو رمى في رز ذهبي كده، عارفه بيتباع عندنا. ايوه هو اسمه الرز الذهبي. انا افتكرت ان هو ده اللي رماه، بعدين اكتشفت ان هو ذهبي. احيانا بيكون في ناس عندها يعني هدف نبيل بس بتوه في السكه، يعني بالغ شويه، هو يعني تهمه على الذهب وكده، بس نحييه. يعني طيب انا عايز احكي لك قصه ثانيه بقى. بيقولوا دايما لما بيكون في حد يعني حظه وحش كده او وشه فقر في الاخر، لما يكون في حد وشه فقر كده بيقول له يا بومه، او هو او حد شايف نفسه حظه مش احسن حاجه فيقولوا له يا بومه، بيقول على نفسه بومه. صح يا عم، ده بومه، ما تكلموش ينزل يقعد معانا، ده بومه. لا بس بومه المره دي يا ريت كلنا نبقى بوم زيها، يعني دي بومه اتعمل لها جلسه مساج يا جماعه، عمل لها مساج كده، قعدت
عملوا لها شويه فحوصات طبيه، هتشوفوا دلوقتي اتفرجوا معايا يعني كده دكاتره يطبطبوا عليها وهرجوا معاها وعملوا لها جلسه مساج وهي قاعده مكشره بومه برضو في نفسها يعني تمام. يعني كده دلعوها وكشفوا على عينيها وعملوا لها شويه التحاليل، وصفوا لها شويه مقويات كده، ايوه اهو للقفص الصدري برضو عشان ترجع بقى الغابه وحياتها البريه براحتها. ايوه وريني جناحك كده، ايوه جناح الشمال، ايوه لا تمام مظبوط الجناح ما فيهوش اي حاجه، ايوه نعمل بقى دوره كامله كده، ايوه بس خلاص يلا خلاص روحي بقى تمام. وهي بومه برضو ما ابتسمتش يعني ما قالتش شكرا، بس يعني مش عارف بعد المساج ده هتقدر تمارس مهامها كبومة ولا لا يعني مش قادر حد. انا بعد المساج ده اكيد هنام يعني محتاج راحة. طيب خلينا نروح بقى الخبر تاني. الخبر ده يعني غريب قوي يا جماعة والله. في عروسة من بريطانيا هي من وجهة نظرها كانت شايفة انه ما فيش عمار بينها وبين اخت العريس لاسباب بقى نفسية وشخصية وما الى ذلك، ما علينا. المهم انها ما كانتش عايزاها تيجي الفرح، ما كانتش عايزه تعزمها على الفرح بتاعها، وده في الوقت اللي كانت بقى اخت العريس في نيتها تجيب هديه لاخوها كهديه جوازه يعني. المهم العروسه تدخلت وقالت هاتي كمبيوتر او لابتوب عشان احنا محتاجينه. فاخت العريس قالت انه غالي جدا ومش هقدر اشتريه وهشوف حاجه ثانيه اجيبها. العروسه بقى شرطت عليها يا تجيبي الكمبيوتر يا ما تجيش الفرح خالص ومش عايزين نشوفك كمان. طبعا ما راحتش الفرح اخت العريس، ما راحتش الفرح وقررت انها تقطع اخوها مقاطعه تامه. المهم بقى ان العروسه ما سبتتش، العروسه كتبت الموقف ده على موقع بريطاني. طبعا الناس كلها بقى ابتدت تلومها ويعني الناس يعني منتقده التصرف ده وانه تصرف طفولي وغير مسؤول وانها لازم تعتذر بشكل سريع لاخت جوزها. تخيل انت حسام موقف ده. انا بس عندي سؤال، هو ده في بريطانيا؟ ما والله انا كنت لا ده مش عندنا احنا؟ لا انا مستغربه ان هو فعلا يعني طلع عندهم، شفت طلع عندهم اخت العريس وبتاع زينا عادي. عادلتي وسلفتي وبنت طنط نينا والحاجات دي بتحصل. اول مره يعني صعب قوي لابتوب او كمبيوتر هديه فرح يعني. ان كيدهن عظيم، ان كيدكن عظيم. بس المهم انا ماليش دعوه، انا مالي صح انا وانا مالي انا مالي انا بالموضوع ده، انا بالكلام ده صح. بس اقول لك على حاجه، فكره ان هي تشترط عليها كمبيوتر والتانية ما تجيش، بس خليني اقول ان هي نفذت برضه اللي هي عايزاه. هي كانت معذوره في كمبيوتر معلش. نفذت كان عندها، هي خلتها ما تجيش الفرح برضه. بص احنا نروح لفاصل. انا مش عارف الحواديت دي والله العظيم يعني. وانت دايما بتبقي مركزه في قصص الفرح ومين عمل ايه في الفرح يعني. يعني بدل الناس كلها بتركز في التفاصيل دي، لازم نركز في التفاصيل يا جماعه. بس يعني تمام، المهم تصالحوا طيب في الاخر. لا ما تصالحوش. ما تصالحوش؟ لا لا دي قصه تخوف. حدوته تخوف. طيب خلينا نروح لفاصل سريع عشان نتناقش انا وحسام في موضوع الكمبيوتر ده ونرجع لحضراتكم على طول. فاصل سريع جدا نرجع نكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. هنستنى اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه مستمرين معاكم في صباح الخير يا مصر. عايزين نعرف بقى دلوقتي درجات الحراره بالتفصيل عشان نتاكد ونطمن ان الجو لطيف ومفيش برد قوي ومفيش حر قوي ونستمتع كده بالفسحه الزمنيه اللي بتيجي شويه صغيره في السنه. اهم حاجه يا حسام النهارده ان درجات الحراره اقل من 40 في كل المحافظات. الحمد لله يعني الحمد انا عايز انسى رقم الاربعينات ده شويه. خلاص القاهره 27 النهارده اهو. حلو جدا زي ما قلت لك في اول حلقه من كده. نحتفظ بها ده العظمى كمان. الله الله اكبر. تعالوا نشوف التفاصيل بقى. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحراره على جنوب سيناء وحر على جنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون لطيف على الانحاء كافه. بالنسبه للظواهر الجويه النهارده هيكون في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربيه وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه، وفي شبوره الصبح على بعض الطرق المؤديه للقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه وسط سيناء،
وفي كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة. بتسجل العظمى في القاهرة 27 والصغرى بتسجل 19، الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 18، سيوة العظمى 28 والصغرى 17، بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21، دمياط العظمى فيها كمان 27 والصغرى بتسجل 20، الإسماعيلية العظمى برضو 27 والصغرى 19، والسويس العظمى 27 والصغرى كمان بتسجل 19. هنروح للعريش العظمى فيها 26 والصغرى 21، سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 12، طابة العظمى 26 والصغرى 21، شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24، الغردقة كمان بتسجل 30 والصغرى بتسجل 24، الفيوم العظمى 27 والصغرى 19، بني سويف العظمى كمان 27 والصغرى بتسجل كمان 19، المنيا برضو العظمى فيها بتسجل 27 والصغرى بتسجل 19. هنروح لأسيوط العظمى 28 والصغرى 19، سوهاج العظمى 29 والصغرى 19، قنا العظمى 30 والصغرى 19، الأقصر العظمى فيها 33 والصغرى بتسجل 21، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 35 والصغرى بتسجل 21، الوادي الجديد العظمى 33 والصغرى 20، شلاتين العظمى كمان 33 والصغرى بتسجل 20، واخيرا حلايب العظمى 30 والصغرى بتسجل 21. دي كانت فقرتنا الجويه مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لحسام وجمانة عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. اليك شكرا كريم، ده شكرا جزيلا. طيب خلينا ناخد حضراتكم لموضوع مهم جدا، وشفنا امبارح لاول مره عناصر من الشرطه النسائيه تشارك في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان قدموا عروض قتالية قوية، تسلق على الحبال، اجتياز للحواجز وغيرها. لأول مرة شاركت عناصر الشرطة النسائية في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدمنا عروضاً قتالية قوية وتسلق على الحبال لمسافات طويلة واجتياز للحواجز. الشرطة النسائية تسطر يوماً بعد الآخر نجاحات كبيرة، حتى قدمت الشهداء مثل اللواء نجوى الحجار، وباتت الأيادي الناعمة تكافح الجريمة بقوة. دايماً جاهزين. دايماً جاهزين. دايماً جاهزين. 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 دايماً جاهزين. دايماً جاهزين. دايماً جاهزين. دايماً جاهزين. دايماً جاهزين. هذا وتسعى الدولة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية مع التوسع في منظومة العمل الشرطي والمشاركة في المهام القتالية، كما أتاحت لهن الدورات التدريبية المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف، مما يجعلهن على جاهزية تامة وكاملة لحفظ أمن المجتمع. وكانت وزارة الداخلية قد أتاحت لطالبات كليات الحقوق والتربية الرياضية التقديم في كليات الشرطة ودراسة العلوم التخصصية والمهارات الميدانية، وحصلت المرأة على أماكن مرموقة في جهاز الشرطة حيث تدرجت في المناصب وصولاً لرتبة اللواء. وفي عام 1984 فتحت أكاديمية الشرطة المصرية أبوابها لأول مرة في تاريخها أمام الفتيات للالتحاق بها، وتم إنشاء إدارة خاصة للشرطة النسائية من بين مهامها حفظ الأمن في محيط مدارس الفتيات والانتشار بأماكن التجمعات بوسط مدينة القاهرة لمواجهة جرائم التحرش. مصر بتاخد خطوات كبيرة علشان تكون مركز للطاقة بين قارات أوروبا وأسيا وأفريقيا، ده شفناه من خلال اتفاقيات الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص، وقبلها اتفاقية للربط أو اتفاقية الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية. جاءت اتفاقيات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للطاقة الكهربائية
والتي تستهدف أن تصبح مصر مركزاً للطاقة بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا إن اتفاقية الربط الكهربائي تقربنا من الربط مستقبلاً مع بقية أرجاء القارة الأوروبية. وتمثل هذه الخطوة حسب الحكومة تسريعاً لتطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة. وسوف يعمل الربط الكهربائي بين الشمال وجنوب المتوسط على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التي تزخر بها القارة الإفريقية. وتعتبر الشبكة الكهربائية المصرية قوية للغاية، كما أن إنتاج الكهرباء والاحتياطات تلبي الاحتياجات الداخلية، ويوجد فوائد تسمح بالربط مع عدد من الدول. لذلك فإن مصر لا تسعى فقط للربط بين أوروبا، إذ جرى توقيع عقود في ترسية إتمام خط الربط مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات، من ضمنها خط بحري وخطوط هوائية ومحولات، وهو ما يعتبر أكبر خط ربط موجود في المنطقة بخلاف خطوط الربط مع الأردن وليبيا والسودان وقبرص واليونان. أنا شيء يدعونا للفخر وللثقة في قيادتنا إن إحنا بنتكلم من 6 سنين عندنا مشاكل في الكهرباء والكهرباء بتقطع، دلوقتي الحمد لله بنصدر الكهرباء وبنعمل مشروعات ربط كهربي. طيب خلينا ناخد حضراتكم لتقرير آخر. والمبادرة الرئاسية اهتمت بشكل كبير جدا الحقيقة بتطوير وإنشاء المدارس خاصة في المحافظات الحدودية اللي كان فيها عجز في عدد الفصول، كمان تحملت مصاريف الدراسة عن غير القادرين. تلتهم الزيادة السكانية أي ثمار لتطوير أو إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، ومع السنوات تضاعفت الكثافة في الفصول الدراسية، لذا كان من ضمن الأهداف الرئيسية لمبادرة حياة كريمة دعم وتطوير المنشآت التعليمية. بعد المسح الميداني لكافة القرى والمدن التي تشملها المبادرة، تقرر تطوير 25% من المدارس القائمة ورفع كفاءة نحو 1250 مبنىً تعليمي وإنشاء 14,000 فصل دراسي جديد. ومع بداية العام الدراسي الجديد، ظهرت لمسات حياة كريمة على الأبنية التعليمية والمدارس، ففي مرسى مطروح شملت المبادرة 5 قرى في العام الأول 2019-2020، وتم إنجاز كافة الأعمال والمشروعات بنسب تنفيذ 100%، بما اشتمل تطوير المدارس الموجودة بالقرى ودعمها بإنشاء فصول جديدة أو حتى إنشاء مدارس جديدة حسب احتياجات القرى وعدد سكانها ونسبة الطلاب فيها بما يتناسب مع السعة المتاحة. ولترغيب الأهالي في إرسال أولادهم للمدارس، ساهمت حياة كريمة في توفير 1000 زي موحد للطلاب من مرحلة الروضة وحتى الإعدادية، كما تحملت المصروفات الدراسية عن الأسر الغير قادرة ووافقت المدارس على تقسيط المبلغ للراغبين في ذلك. وفي واحد سيوة والمراكز الحدودية كان هناك اهتمام خاص بالمنشآت التعليمية، فقد خضعت مدرسة بهي الدين بمركز سيوة للصيانة الشاملة كي تصلح لاستقبال الطلاب، مع تنفيذ مدرسة جديدة بسعة 11 فصلاً تحمل اسم أولاد هيوب للتعليم الأساسي بقرية زاوية العوامة مركز الضبعة، مع خفض الكثافة بنطاق الخدمة التي تشمل تجمع 3 قرى مجاورة. الناس اللي مهتمين بالظواهر الفلكية من حسن حظهم إن في 10 أيام الباقيين من شهر أكتوبر هيكون في عدد كبير من الظواهر الفلكية اللي يقدروا يتابعوها ويرصدوها. أهم الظواهر اللي هنشوفها في خلال هذه الفترة هنتابعها في هذا التقرير. هواة الفلك والظواهر الفلكية على موعد خلال الأيام المتبقية من شهر أكتوبر مع عدد من الظواهر الفلكية التي ستزين سماء مصر ويمكن أن تشاهد بالعين المجردة. في أيام 21 و22 من أكتوبر سنكون على موعد مع شهب الجباريات، وهي من الزخات المتوسطة
ويصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاباً في الساعة عند الذروة. وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير التي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب، وسيحجب اكتمال القمر رؤية معظم الشهب الخافتة. أما في يوم 25 من أكتوبر فسنكون على موعد مع كوكب عطارد الذي سيكون في أطول استطالة له، ويصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له والتي تبلغ 18.4 درجة من الشمس. يعد هذا الوقت أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره، لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس، ويمكن رؤيته باتجاه الشرق في 15 دقائق صباحاً وخلال الشفق الصباحي حتى يختفي من جراء شروق الشمس. أما مع نهاية الشهر وبالتحديد في يوم 29 من أكتوبر، سيكون كوكب الزهرة في أطول استطالة له، ويمكن رؤيته باتجاه الغرب في 15:15 خلال الشفق المسائي أو الغسق، وحتى غروبه في 47 دقيقة مساءً. بمناسبة التقرير ده، جمانة كانت بتقول لي وإحنا بنتفرج على التقرير كده معلومة مهمة جداً قريناها ليها علاقة بالكواكب، صح؟ يعني طبعاً علماء الفلك والأبراج، وطبعاً كذب المنجمون ولو صدفوا يعني، بس كانوا بيتكلموا في إنه تراجع عطارد لبرج العقرب. في برج العقرب. العقرب. أيوة. ربنا يسترها علينا حسام، برج العقرب. أنا برج العقرب. برج العظماء. طبعاً أكيد. فبالتالي أي تأجيل، يعني بينصحوا بتأجيل أي مشروع خطوبة أو ارتباط أو جواز عشان عطارد دخل برج العقرب، فأنت ما تتجوزش أو أنت ما تتخطبيش. واخدين بالكوا عطارد وبرج العقرب؟ فحصل كبير. حصل الأبلاتين لدع في العربية، فما ينفعش يبقى فيه ارتباطات في الفترة دي. طيب، على أي حال مشاهدينا، إنها الثامنة صباحاً، وعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليندا. شكرا جمانة. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن رجال الشرطة يجب أن يكونوا قدوة للمواطنين في التعامل معهم وتلبية مطالبهم، مشيرا إلى أن التعامل مع الرأي العام ليس أمرا يسيرا. وخلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكد الرئيس السيسي أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ أمن الوطن في مرحلة دقيقة من عمره. كما وجه الرئيس السيسي التهنئة للضباط والخريجين الجدد، ووجه الشكر لأسرهم على تقديم أبنائهم وبناتهم لتولي مهمة عظيمة تتمثل في حماية أمن مصر وسلامة أبنائها. انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5 بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية، وتستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري. بدأت مراسم التدريب بوصول وحدات الإنزال الجوي الروسية لقاعدة شرق القاهرة الجوية واصطفاف عناصر من القوات المشاركة من الجانبين. وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين. هذا ويأتي تدريب حماة الصداقة 5 في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، وفي ضوء تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والروسية في العديد من المجالات. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 780 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 270,973 حالة. وأعلنت وزارة الصحة في بيانها عن تسجيل 877 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 47 حالة جديدة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابة بكورونا في أوروبا شهدت زيادة تقدر ب 7% الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت تزايدا في أعداد الحالات. وحذرت المنظمة من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدا على القارة الأوروبية،
وأوضحت المنظمة في تقييمها الأسبوعي للجائحة تسجيل نحو 2,700,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 46,000 حالة وفاة جراء الفيروس الأسبوع الماضي في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن أعلى معدلات الإصابة بكورونا سجلت في أوروبا والأمريكتين. تجري كوريا الجنوبية اليوم أول تجربة لإطلاق صاروخ محلي الصنع إلى الفضاء، ووضع الصاروخ الجديد ذو الثلاث مراحل والمزين بعلم كوريا الجنوبية على منصة إطلاقه في مركز نارو الفضائي قبيل الإطلاق. وصمم الصاروخ نوري ويعني العالم لوضع حمولة وزنها طن ونصف الطن في مدار على ارتفاع يتراوح بين 600 و800 كيلومتر فوق الأرض. انطلق مهرجان البحر الأحمر للسياحة والأحداث الرياضية في نسخته الأولى بمشاركة 10,000 متسابق ومتسابقة من 100 جنسية مختلفة. يهدف المهرجان للترويج للفعاليات الرياضية وتعزيز قيمة السياحة الرياضية والترويج للمناطق السياحية المختلفة. ويتضمن المهرجان 15 فعالية، منها رياضات المغامرات والسيارات وألعاب التحمل والماراثونات والسباحة المفتوحة والدراجات الهوائية وغيرها من المنافسات. في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد 2021-2022 وبعد تنسيق رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مع جميع أندية الدوري الممتاز وفي ظل تحديات جائحة فيروس كورونا، فقد تقرر تحديد سعر موحد لتذكرة مباريات الدوري الممتاز على أن يكون السعر الموحد هو 100 جنيه. نهاية موجز الثمانية، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الحقيقه انه هذه الفقره هي فقره مهمه جدا. هنتكلم مع حضراتكم عن مركز الحفريات في جامعه المنصوره. هذا المركز هو واحد من اهم مراكز الحفريات الفقريه الموجوده في الشرق الاوسط وايضا في افريقيا، ده طبعا نظرا للاكتشافات العظيمه والكتير الحقيقه اللي قام بيها في الفتره اللي فاتت. تحديدا هنتكلم النهارده عن اكتشاف حققه هذا المركز، واكتشاف هيكل عظمي لفأر عمره 34 مليون سنة، وزنه حوالي 45 جرام، اسمه الفأر السفروت. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاكتشاف وأهميته. معانا على زوم دكتور هشام سلام، عالم الحفريات بالجامعة الأمريكية ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر، وألف مبروك على هذه الاكتشافات الحقيقة. صباح الخير يا استاذه جمانه، وصباح الخير يا استاذ حسام. طبعا انا سعيد ان اكون معاكم النهارده، وصباح الخير على كل المصريين. طبعا احنا العالم كله كان مشغول اليومين اللي فاتوا مع اكتشاف جديد من مصر، وخصوصا من منطقه الفيوم الغنيه جدا بتسجيل التاريخ الطبيعي للكائنات الحيه بعد انقراض الديناصورات اللي ضرب الارض بالنيزك من 66 مليون سنه. لكن الفيوم تتميز بطبيعة خاصة لأنها عبارة عن حفرة في القشرة الأرضية بيّنت صخور عمرها حوالي 45 مليون سنة حتى 30 مليون سنة، يعني إحنا عندنا سجل جيولوجي كامل من حوالي 15 مليون سنة موجود في منخفض الفيوم. فإحنا بنقوم دايماً بدراسات كتيرة في المنطقة لأنها فعلاً بتدلنا على إيه اللي حصل زمان وإيه اللي هنتعلم منه النهاردة بناء على قراية التاريخ، وكمان إيه اللي هيحصل في المستقبل لو استمرينا مثلا في سلوكنا مع الاحتباس الحراري الحالي. طيب دكتور، اتفضل. من ضمن الحاجات اللي احنا بنقرأها في التاريخ هي تسجيل الكائنات اللي كانت عايشة في الزمن اللي فات. فمعروف إن الفيوم أو مصر كلها وشمال إفريقيا والوطن العربي كان عبارة عن غابة استوائية مطيرة من حوالي 35 مليون سنة،
وعاشت فيها كائنات منها أحفادها عايشة النهاردة، وفي كائنات انقرضت من ضمنهم سفروتس، يمكن انتم شايفينه على الشاشة. أنا طبعا في كل اكتشاف بسجله على التيشيرت، لأن ده يعني بحب يعني أتباهى بشغلي وشغل الفريق سلام لاب. فطبعا ده كان أحد الاكتشافات لينا، اللي هو زي ما حضرتك قلتي جنس ونوع جديد لم يسجل من قبل في قائمة علم الحيوان، بناء على الصفات التشريحية المختلفة عنه وعن أقرانه في ذلك الوقت، وسميناه كاترانينيز سفروتس. كاتراني نسبة لجبل أطراني اللي جه منه الحفريات، وهي طبعا في منطقة الفيوم، وسفروتس نسبة لحجمه زي ما حضرتك قلتي لا يتعدى ال 45 دكتور جرام. هشام بتكتشف دايما حاجات وبتسميها بأساميها المصرية، يعني انتم من ثلاث سنين اكتشفتوا الديناصور منصورة سورس على اسم جامعة المنصورة، فريق من جامعة المنصورة، والمرة دي اسم سفروت المصري وكفروتس تقريبا زي حضرتك زي ما قلت كاترانينيز سفروتس. طيب يعني ده شيء عظيم، فكره تسجيل برضو اماكن مصريه عشان تبقى موجوده، لان الحاجات دي هتبقى موجوده في التكس بوكس او في المراجع، وهتنسب ليكوا وتنسب بكل تاكيد ل دوله زي مصر فيها اماكن نقدر نكتشف احنا. بس انا عايز اسال حضرتك على نقطه مهمه، احنا معظم اكتشافاتنا في الحفريات اظن غرب وادي النيل، يعني عندنا وادي حيتان قرب الفيوم، قرب جدا الفيوم، عندنا في الواحات الخارجه والداخله، وعندنا ايضا الاكتشاف الجديد الفأر سفروت في هذه المنطقه. هل الصحراء الغربيه مع تعظيم العمل الحفري ممكن نلاقي حاجات مختلفه بتتوقعها؟ ده سؤال جميل جدا يا استاذ حسام. طبعا زي ما حضرتك قلت، هي الصحراء الغربيه هي يعني ملاذ كل من يبحث عن التاريخ الطبيعي. هي بتتميز زي ما حضرتك قلت ان هي فيها منخفضات او حفر في القشره الارضيه، وكل ما كانت الحفره عميقه كل ما يوصلنا لصخور اقدم. يعني انا ما اعرفش ادور على الديناصورات في الفيوم. ليه؟ لأن الفيوم حفرة ليست عميقة بالقدر الكافي إن إحنا نوصل لطبقات اللي عاشت فيها الديناصورات آنذاك. عشان كده بروح الواحات البحرية وروح الواحات الداخلة والخارجة، المناطق اللي فيها حفر أعمق ووصلت لعصور الديناصورات. أما بالنسبة للفيوم فهي حفرة بتسجل من 40 ل 30 مليون سنة تقريبا، ومثلا منخفض الفيوم بيسجل حوالي 20 مليون سنة. فإذا هي الصحراء الغربية مليئة بالحفرات، أو بنسميها الديبريشنز أو بنسميها المنخفضات الطبيعية نتيجة العوامل التعرية والتجوية. لكن الصحراء الشرقية ما فيهاش منخفضات بالقدر الكافي، لأن حصل اللي هو انشقاق البحر الأحمر، أدى إلى ارتفاع بعض الصخور نتيجة ظهور الماجما من قاع من حوالين سلسلة اللي بنسميها سلسلة جبال البحر الأحمر. فيعني ما بنلاقيش منخفضات بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. أما المنخفضات القديمة زي منخفض الفيوم والواحات البحرية سكنها برضو قدمائنا المصريين والحضارات السابقة، وسايبين أثرهم هناك في المنطقة دي. احنا طبعا اكتشافاتنا كلها مختلفة في ربوع مصر. اما بالنسبه للنقطه اللي حضرتك قلتها يا استاذ حسام عن تسميه الحفريات باسامي مصريه او فرعونيه او عربيه، دي طبعا هدف من اهدافنا يعني نضيف هويه لاكتشافاتنا، زي ما حضرتك قلت ان هي بتسجل في المراجع العالميه ويتداول. يعني ما حدش في المجتمع كله لازم يقول كاترانينيز سفروتس على 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 شغلنا على الفأر اللي احنا اكتشفناها. وقبل كده كان فيومي سيتس انوبس، اضفنا برضو اسم فرعوني لاحد اكتشافاتنا للحوت البرمائي. طيب دكتور هشام، يعني الحقيقه انه في يعني في انجازات كتير جدا للمركز الحقيقه، لو هنتكلم عن الابحاث، ابحاث تخطط حتى ال 20 بحث في كبرى المجلات العلميه العالميه، واكتشاف ديناصور لاول مره، واكتشاف حوت برمائي
لأول مرة، وأيضا اكتشاف الفأر الآن، يعني اكتشافات ما شاء الله يعني عديدة. عايز أعرف من حضرتك يا فندم، يعني مدة البحث عادة بتكون فتراتها قد إيه؟ فترات طويلة ولا فترة وجيزة؟ إيه هي الخيوط اللي بتبتدوا أنتوا تسيروا وراءها عشان تقدروا توصلوا لبحث جديد؟ ده سؤال كويس جدا. طبعا احنا بنقرا كل يوم سلام لاب، مجموعه مكونه من عقول مصريه مختلفه. عندنا الدكتور محمد سامح في جامعه في مركز وزاره البيئه، عندي طلبه من جميع يعني معظم الجامعات المصريه، عندي طلبه من اسكندريه، بنها، ازهر، زقازيق، منصوره، كل الطلبه دي بيجمعهم حاجه واحده بس، هي الشغف العلم وتوثيقه. والفريق كله مصري يا فندم؟ فريق مصري توتالي يعني، وده اول فريق مصري في التاريخ يدرس الحفريات الفقريه ويطلق عليه مدرسه علميه يعني. حتى احد طلابنا دلوقتي بتحضر دكتوراه في جامعه ميشيغان، دكتوره سناء السيد، فهي يعني تم اختيارها انها ضمن اهم الشخصيات النسائيه في العالم. طبعا لانها فعلا لو نرجع بالتاريخ هنلاقي ان من 10 سنين انا كنت بواجه يعني تشالنج كبير او تحدي كبير، لان انا راجع مصر باول دكتوراه في القرن الحالي وما فيش معايا حد، والكورس ده او العلم ده لم يدرس في مصر بشكل كافي، ما فيش حد معاه دكتوراه. كل الاكتشافات كانت بتبقى نتيجه ان الاجانب بييجوا مصر لمده شهر يحفروا في صحاري مصر وياخدوا العينات يدرسوها بره، وكل الاكتشافات وكل الفيم والشهره والتوثيق بيتم خارجيا. كان اخذت على عاتقي، لاني اخذت منحه من الحكومة المصرية لدراسة الحفريات الفقارية كأول مصري، فروحت طبعا رجعت، كان عندي تشالنج كبير لأن اللي جاي لي عاوز حابب يدرس معايا هم بنات، وكانوا أول مرة في حياتهم يعني يباتوا بره البيت لو رحنا مثلا زرنا القاهرة ورجعنا. يعني بنينا ثقة مع الأهل بشكل كبير جدا، لأنه ما سمحوا لهم في يوم في اثنين في أسبوع، لحد ما سمحوا لهم ب 21 يوم في الصحراء اثنين في خيام، الأكل بيجي لنا كل أسبوع مرة، المية لازم تكفينا، أكيد حياة شاقة جدا. فدول كانت وكانوا أبطاله يعني أكيد. اللي هم استخرجوا الديناصور المنصورة سورس، كان أربع بنات من أجمل العقول المصريات يعني. طيب دكتور هشام، يعني في أي بحث علمي في العالم محتاج دعم معنوي ودعم مادي، عايز أعرف من حضرتك الدعم المادي والمعنوي اللي بتقدر من خلاله تبدأ بحث في أحد الأماكن، وإزاي بتختار المكان كمان؟ طبعا الدعم المعنوي، طبعا احنا بنبقى دايما فخور، وانا عن نفسي ببقى دايما فخور بالاكتشافات لانها بتديني وقود ذاتي وطاقه ايجابيه ان احنا نستمر. وانا عامل عندي في مركز جامعه المنصوره الحفريات الفقاريه جدار اسمه جدار المجد، اي حد من الطلبه ينشر بحث يعلق البحث على الجدار ده ويتصور جنبه كنوع من انواع التحفيز ان دي مش الاول. الحاجة الثانية الدعم المعنوي، طبعا انا بشوف كل ببقى سعيد جدا ان انا اقدر اخلي رجل الشارع يقول سفروتس، يقول منصورة سورس، يقول فيومي سيتس، ويفهم يعني ايه تاريخ البلد مصر يعني من قديم الزمان. الدعم المادي طبعا احنا بيتم دعمنا من جامعة المنصورة والجامعة الأمريكية، لكن انا اقدر اقول ان نتمنى يكون في دعم يشبع طموحنا القادم، لان مزيد من الدعم هيكون في مزيد من الاكتشافات بشكل مميز، ونقدر يكون في اكثر انتاجا يعني. طيب دكتور هشام، يعني حضرتك تحدثت انه دراسه هذا التخصص في مصر بشكل عام غير شائعه،
وايضا انه حتى المعتاد انه بيكون في علماء بيجوا من الخارج ولما بيلاقوا اي اكتشاف بيسافروا بيه عشان يقدروا يفحصوها ما الى ذلك. وحضرتك تحدثت انه بيبقى في تجميع لطلبه من مختلف الجامعات وزي ما حضرتك اتكلمت، عايز اسال حضرتك عن كيفيه تهيئه الفريق اللي بيشتغل مع حضرتك وايضا تهيئه المعامل لفحص العينات اللي انتوا بتلاقوها. طبعا احنا عندنا دلوقتي مركز جامعه المنصوره للحفريات الفقريه يشار له بالامان على المستوى العالمي، لان جامعه المنصوره عملت مركز يليق بيها طبعا، ويعني اي حد بيجي لي حتى من بره بيقول لي انا اول ما افتح مركز جامعه افتح باب مركز جامعه المنصوره احس ان انا دخلت ويسترن انفايرمنت، يعني بيئه غربيه، يعني بتحاكي المعامل. وعندنا برضو تمويل من أكاديمية البحث العلمي، تطوير المركز بكثير من الأجهزة المختلفة الحديثة، يعني فاحنا هنتنقل نقلة كبيرة جدا في علم الحفريات قريبا. لكن أنا أقدر أقول إن احنا ماشيين على خطة ومنهجية كويسة جدا، أهمها اختيار الطلاب. أنا عندي في سلام لاب طبعاً لازم الطالب يكون أول حاجة عنده شغف للعلم ده، يعني حابب إن هو يدرس العلم ده. ثاني حاجة لازم يكون قارئ جيد، يعني بس مش لازم يكون دارس حاجة معينة، ولا لازم يكون دارس حاجة معينة أو تخصص يعني معين. عشان لو هيستمر في دراسة العلم ده لازم يكون عنده باك جراوند علمية، خلفية علمية. أما الجانب خلفية علمية يعني، لكن خلفية أدبية بيبقى صعب جدا. لكن أنا برضو فاتح سلام باب لكل المصريين اللي يحبوا يشاركوا حتى كمتطوعين، أو يحبوا عندهم شغف إن هم يخوضوا التجربة وهم مش أكاديميين. طبعا بنعمل رحلات دورية التنسيق مع وزارة البيئة لتدريب الجيل الجاي من المصريين. حتى أنا عندي طلبة في الحضانة بتيجي معايا ويشوفوا العلم بيتكون إزاي، ويطالب نفسه يقعد مع عالم كبير وعلماء كبيرة ويشوفهم بيتكلموا إزاي، بيتعايشوا إزاي، سلوكهم عامل إزاي. فبتسيب بصمة كبيرة جدا في حياتهم. وأنا دايما بيجي لي فيدباك من أهاليهم إن ابني لما راح الرحلة بقى سلوكه مختلف. لأن احنا طيب بمناسبة الموضوع ده دكتور هشام، لو شخص عادي غير متخصص عايز يتفرج، يعني مهتم بالمتاحف ومهتم بالزيارات، يعني أنا لو عايز أشوف المنصورة سورس أو السفروتس أروح فين؟ يجي مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية. وإحنا بنعمل نقطة تانية مهمة جدا دلوقتي، بننشئ شبيه لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية في الجامعة الأمريكية، فهيبقى متفتح في حاجة في منطقة القاهرة وهيبقى في حاجة في منطقة شمال الدلتا، وهيكون متاح لكل الناس. وإحنا طبعا بنفتح بابنا لكل الزوار، وبأكد عليهم إن يا جماعة ده احنا كمصريين انحرمنا من المتعه هذا العلم على مدار عظيم سنين. يعني عاوز اقول لحضرتك ان اول حفريه اكتشفت سنه 1884 او 74، وظل هذا كله يعني لحد اخر بعثه مصريه في مصر كانت 2012. وبعدين احنا اخذنا ليد بقى كمصريين، لقيت احنا عندنا القدرة العلمية لإنتاج علم يعني رصين، وفي نفس الوقت عندنا القدرة اللي مش عند أي حد إن احنا ندليفر نوصل العلم ده بطريقتنا لكل الناس، نتكلم معاهم، نطلع في برامج، نستقبل الناس، نوصل لهم العلم المعقد ده في صورة بسيطة جدا يقدر يفهمها كل الناس. يعني حتى الشغف ليس له سن ولا محتاج درجة علمية. يعني أنا في مرة كنت جايب ناس من إخواتنا اللي بيقعدوا في الشوارع يساعدوا الناس اللي هم العمال باليومية، يعملوا لي حاجة في المعمل، وفجأة لقيت واحد بيشاور على حاجة ودي ضلتي، فقعدت معاه حوالي بنص ساعة ناخد وندي مع بعض، ودي جت إزاي وعملت إزاي، معقول ده؟ وكده. فالشغف ده بيلت إن داخلي،
مش مصنوع ويعني ومش مجرد وظيفة أو تأدية مهمة، يعني دي بتختلف طبعاً، يعني بتختلف وبتنعكس كمان على أي مجال حد بيكون عنده شغف فيه. بشكر حضرتك يا فندم، شكراً جزيلاً. دكتور هشام سلام، عالم الحفريات بالجامعة الأمريكية ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية، بنشكرك شكراً جزيلاً يا فندم على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. طيب نروح إلى خبر آخر وهو ليه علاقة برضو بالآثار. منطقة الفسطاط قريبة من مصر القديمة، بحيرة عين الصيرة، أكيد سكان القاهرة عارفين كويس قوي المنطقة دي وعارفين كان شكلها عامل إزاي، وبحيرة عين الصيرة وشكلها في السنين اللي فاتت كان حاجة تحزن الصراحة. يعني البحيرة دي كانت ناس بتجيلها زمان عشان تتعالج، ميتها مية نظيفة جدا جدا وليها مزايا كتير جدا، ومنطقة مليانة كانت أثار إسلامية محيطة بيها، والنهاردة جنبها متحف جديد، متحف الحضارة، متحف منظم جدا الصراحة، يعني منسق جدا، اللي يقدر يخش المتحف هينبسط، يعني من أول بداية التاريخ إلى نهاية يعني الفن الحديث، أو مش نهاية بقى، يمد في عمرنا وعمر مصر يا رب، إلى الفن الحديث اللي وصلنا له في هذه الفترة من الزمن بكل العصور اللي مرينا فيها، موجودة بشكل منمق ومنسق ومترتب، وتقدر تنتقل من عصر لعصر ورا بعض بحاجات مربوطة ببعض، فده شكل متحفي عظيم. والدور اللي تحت طبعا في المومياوات الملكية، حدث ولا حرج. ده المتحف، لكن منطقة الفسطاط اللي في قلب القاهرة القديمة والتطوير العظيم اللي حصل فيها، خلينا نشوف هذا التقرير عن المجهودات وتطوير منطقة الفسطاط اللي بدعوكوا ان انتوا فعلا تروحوا تتفرجوا، وقريبا جدا هيتم افتتاح منطقة بحيرة عين الصيرة وما حولها من خضار واستعدادات على قدم وساق. نتابع. المياه والخضرة والآثار والقلعة تتجمع في مشهد واحد هو الأروع في مصر القديمة بمنطقة الفسطاط. قريباً ستجلس أمام بحيرة عين الصيرة لتشاهد الجمال بعد اكتمال مشروع تطوير المنطقة ضمن مخطط تطوير حديقة تلال الفسطاط بمصر القديمة. ومن المقرر أن يتم افتتاح مشروع تطوير عين الصيرة خلال أيام بعد استلام إحدى الشركات المصرية للمشروع إدارته وتشغيل المطاعم والكافيهات التي تخدم زوار الحديقة ومتحف الحضارة المصرية المطل على الحديقة. يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1.5 فدان وسوراً خارجياً حول المشروع بطول 2400 متر ومناطق انتظار سيارات تسع ل425 سيارة و3 بوابات ومداخل للمشروع و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع. بحيرة عين الصيرة تعكس مشهداً ساحراً وترى من المكان عدداً كبيراً من المعالم السياحية والأثار، على رأسها مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي ومتحف الحضارة المصرية ومناطق الإمامين الشافعي والليثي. تم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة 63 فداناً، حيث يشمل تنفيذ ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 متر طولي ومنطقة مطاعم وجزيرة استوائية وسط البحيرة ومسرح مكشوف ومناطق خضراء وبرجولات خشبية و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه البحيرة. يشمل مخطط مشروع حديقة تلال الفسطاط إنشاءها على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضرية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة. هي دايما يعني مؤخرا تحديدا بقينا بنسمع يا حسام مصطلح القاهرة التراثية، وده مش بنسمعه كمصطلح جديد لكن بنسمعه الاهتمام بيه هو اللي ابتدى ان هو يزيد
جدا في الفترة الأخيرة، حتى مشروعات كتير جدا بنشوفها في المدن الجديدة والتوسعات في المدن الجديدة لحماية القاهرة التراثية وعشان ترجع مرة تانية بشكلها اللي هي فعلا تستحقه وتليق بيه. أماكن كتير جدا، مش بس الفسطاط، مش بس عين الصيرة، أماكن كتير جدا تستحق القاهرة الإسلامية. صحيح، يا أماكن كتير جدا تستحق جداً فعلا إن احنا نحافظ عليها ونحاول نرجعها مرة تانية لشكلها اللي هي المفروض ان احنا كنا نحافظ عليه على مدار السنين اللي فاتت. يا حسام، متحف مفتوح، متحف صحيح. مفتوح يا جماعه يعني، وحقب زمنيه مختلفه واثار مختلفه. لا يعني الحقيقه فعلا مصر احنا لازم نهتم يعني، غير ان الحكومه بتقوم بدورها وتطور وعايزين منها اكتر تطوير اللي حصل في سور مجرى العيون واللي بيحصل في او اللي لسه بيحصل في سور مجرى العيون واللي بيحصل في وسطاط، احنا عايزين اكتر على ابواب القاهره ومنطقه باب زويله ومنطقه الخياميه والمدارس والسبل والاضرحه، كل ده يتم تطويره وتهيئه الطرق حواليه، كل ده لازم يحصل في المستقبل لان دي منطقه مش موجود زيها كتير في حتت في العالم، هتلاقيها موجوده في المدن القديمه زي دمشق، زي بغداد، زي مناطق في اليمن، لكن مش هتلاقي الروح المصرية دي والجمال العمارة الإسلامية مش هتلاقيها كتير. فاحنا دورنا كمان ان احنا نحافظ، بلاش الكتابة، بلاش الزبالة، بلاش عدم الاعتناء، بلاش نلمس بايدينا الحاجات اللي موجودة في يعني في حاجات كتير جدا. بلاش الذكرى الخالدة ارجوكم، الذكرى الكذا وايام الكذا واحمد بيحب منى ومنى بتحب احمد والحاجات اللي زي دي، بس بجد في شغل بيتم في الموضوع ده وفي شغل حيتم في المستقبل كتير في الموضوع ده. خلينا نهتم أكتر بأثرنا، وفي القاهرة الفاطمية هتلاقوا كتير، حدثوا ولا حرج. نروح لفاصل سريع. نروح لفاصل سريع. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم على طول باقي فقرة صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. دلوقتي هنروح لليندا عشان تطلعنا على اخر الاخبار الرياضيه المحليه وايضا العالميه. اتفضلي يا ليندا. شكرا جمانة. اعلنت رابطه الانديه المصريه المحترفه لكره القدم عن السعر الموحد لتذكره مباريات الدوري للموسم الجديد، وهيكون سعر التذكره 100 جنيه مصري، وده بيجي في اطار قرار عوده الجماهير للموسم الجديد بعد تنسيق رابطه الانديه المصريه المحترفه لكره القدم مع انديه الدوري الممتاز. محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الاهلي عمل اشعه جديده امبارح واثبتت ان حالته اتحسنت بعد اصابته بتمزق في العضله الخلفيه، وقال الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ان الاشعه اللي عملها الشناوي اثبتت التئام التمزق بنسبه 60%، وده امر كويس بيشير لتحسن حاله اللاعب. فريق الكوره في نادي الزمالك اتدرب امبارح اول تدريباته الجماعيه في معسكر برج العرب عشان يستعد لمواجهه تاسكر الكيني في لقاء العوده في دور ال 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتتلعب بكره على استاد الجيش في برج العرب. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن اختيار دولة الإمارات لاستضافة كأس العالم للأندية في نسختها اللي جاية، واللي هيشارك فيها النادي الأهلي بطل قارة أفريقيا. أما عالميا فبرشلونة الأسباني حقق الفوز امبارح على فريق داينامو كييف الأوكراني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبالنتيجة دي بيحقق برشلونة أول 3 نقط في المجموعة وبيحتل المركز الثالث، أما داينامو كييف في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة في المجموعة. فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قلب تأخره بهدفين قدام فريق أتلانتا الإيطالي بفوز بنتيجة 3 أهداف في المباراة اللي لعبوها الفرقتين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وبكده رفع المان يونايتد رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة، وأتلانتا بقى رصيده 4 نقط في المركز الثاني. فريق تشيلسي الإنجليزي فاز على فريق مالمو السويسري في المباراة اللي اتلعبت بين الفرقتين امبارح في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وخلصت المباراة بنتيجة 4-0. استحوذ تشيلسي على اللعب بنسبة 57% قدام 43% لصالح لعيبة مالمو،
ورفع تشيلسي رصيده للست نقط في المركز الثاني، واستمر مالمو في آخر ترتيب المجموعة بدون أي رصيد من النقط. فريق يوفنتوس الإيطالي فاز على فريق زينيت سان بيترسبرغ الروسي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. فوز اليوفي وضعهم على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقط، والزينيت 3 نقط في المركز الثالث. فريق بايرن ميونخ الألماني فاز على فريق بنفيكا البرتغالي في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-0. البايرن استحوذ على المباراة بنسبة 62% قدام 38% للعيبة بنفيكا، ورفع البايرن رصيده للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، ووقف رصيد بنفيكا عند 4 نقط في المركز الثاني. فريق فياريال الإسباني حقق أول انتصار ليه في دوري أبطال أوروبا الموسم ده على فريق يانج بويز السويسري بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وبكده رصيد فياريال ارتفع للنقطة الرابعة في المركز الثاني من المجموعة السادسة، ويانج بويز رصيده وقف عند 3 نقط في المركز الرابع. وفي المجموعة السابعة اتعادل فريق إشبيلية الأسباني مع فريق ليل الفرنسي بنتيجة 0-0، وكل فريق حصل على نقطة وضعتهم في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقط ونقطتين. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لجمانة وحسام عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا حسام. شكرا جزيلا يا ليندا. احنا لسه مكملين مع حضراتكم مناقشات عن الرياضة. امبارح كنا فتحنا ملف يعني مهم جدا بتهيألي لقطاع كبير من مش عايز اقول جمهور الكوره، اقول المصريين، لان عاده لما بتظهر على الساحه اخبار عن مخالفات ماليه او اداريه في اي من قطاعات الدوله المصريه او قطاعات المجتمع المصري، الناس كلها بتهتم وبتحاول تشوف ايه اللي حاصل وليه الخلل ده حصل، فما بالك اذا كان في اللعبه الشعبيه في العالم، يعني الحاجة الأهم بالنسبة لكتير من المصريين زي كرة القدم، اتحاد الكرة المصري، وكل الكلام اللي حصل في خلال الفترة الماضية عن مخالفات مالية ومخالفات إدارية وطلبات إحاطة بتتقدم في مجلس النواب والنظر فيها، وكلام عن تهرب ضريبي، وكلام أيضا عن يعني تربح من المناطق، يعني في تفاصيل كتيرة قوي قوي محل البحث حتى الآن ومحل التساؤل، والأيام القليلة القادمة بقول لحضراتكم هتكشف أوراق كثيرة عن هذا الأمر. في الجانب الآخر في عوار في مسابقة الدوري المصري اللي المصريين عايزين يتفرجوا عليها عشان ينبسطوا، عشان اللعيبة بتاخد مرتباتها منها، عشان في الآخر يفرز لنا منتخب وطني. الحمد لله في يعني رابطة أندية محترفة كان بح صوت الكثير من متابعي كرة القدم عشان يكون في لجنة أو في رابطة للأندية المحترفة تؤسس إلى دوري محترفين، وطبعا يعني الاتحاد الأفريقي كمان بيضغط على الدول المصرية أو الدول الأفريقية عشان يبقى في دوري محترفين، ولازم يكون الأندية محترفة وليها اشتراطات. دي تفاصيل تانية يمكن هتنقذنا بشكل كبير في الفترة القادمة إن تمت بالشكل الصحيح. نعرف بقى إيه اللي بيحصل في اتحاد الكرة، ونعرف كمان إزاي هيكون في أشكال للمسابقات في الفترة القادمة من رابطة الأندية المحترفة من الناقد الرياضي محمد مهدي. صباح الخير. صباح النور حسام، وصباح النور جمانة، وأهلا بكم وأهلا بكل متابعينا الكرام. أهلا بك. للأسف احنا كل فترة كده بيظهر مشاكل في اتحاد الكرة، مشاكل صغيرة متتابعة، ومن مثلا من التسعينات بتظهر مشاكل كبيرة واتحاد بيمشي بيستقيل أو بيقال، لكن المرة دي المشاكل مش هينة، احنا بنتكلم على مخالفات مالية بملايين ومخالفات إدارية جسيمة، يعني المرة دي غير كل مرة، ومجلس نواب يتدخل وتحقيقات لسه لم يثبت الأمر 100% حتى الآن، ونحن نحترم التحقيقات بكل تأكيد، لكن المرة دي مختلفة ليه؟ لأنه احنا أولا في البداية يعني احنا حظنا وحش جدا مع اتحاد الكورة يعني منذ قديم الأزل، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان كل شويه في مشاكل في اتحاد الكوره، مجلس بيتحل ومجلس بيستقيل والى اخره يعني، ولكن المره دي الوضع اختلف لانه البلد نفسها اختلفت. في الجمهوريه الجديده كله بقى فيه رقابه على كل شيء، فبالتالي البلد بتتطور بسرعه،
الناس بتتحرك في كذا اتجاه، فبالتالي في ثبوت بشكل كبير جدا على اي مخالفات بتحصل في اي مجال، سواء بقى رياضي غير رياضي. الناس عامله ثبوت جامد جدا، الشارع ذات نفسه بقى مهتم ايه اللي بيحصل في اتحاد الكوره. طب قبل كده كان بيحصل حاجات بس الناس ما كانتش واخده بالها منها، لا دلوقتي بيحصل حاجات والناس متابعه ومراقبه وعارفه ايه اللي بيحصل، والسوشيال ميديا شغاله طول الوقت. الحاجه الاهم من كل ده، بعيدا حتى عن موضوع المخالفات، حته الفهلوه اللي شغاله بها الكره المصريه ممكن تكسب بها مره بس هتخسر بها 20، وبالتالي انت متاخر في كره القدم المصريه عن بلاد اخرى انت كنت سابقها بخطوات كبيره جدا، بمسافات مزبوط. كبيره جدا انت بقيت متاخر عليها بسبب الفهلوه اللي بتحصل طول الوقت في اتحاد الكوره، والاتحاد اللي بيدير اللعبه كلها، اللعبه الشعبيه الاولى في مصر وفي العالم كله هي كره القدم. فبالتالي ان جمهورها بالملايين في اهتمام كبير جدا بيها، ولكن لا تدار بشكل صحيح في مصر، وده اللي بيخلي ان احنا حظنا وحش مع كل رؤساء الاتحادات اللي جم. يعني قليل جدا لما تلاقي مجموعه موجوده بتدير اتحاد الكوره ماشيه بسيستم، ماشيه باحترافيه، زي ما حضرتك ذكرت في موضوع رابطه الانديه انه من ساعه ما جم شغالين باحترافيه، ماشيين بسيستم، اتفاقات مع تذكرت عشان الماتشات تبقى بحضور جماهيري. فبالتالي ده السيستم اللي احنا كنا نامل من زمان ان ده نمشي عليه. جه الوقت دلوقتي ان احنا نبدا نتحرك خطوات للامام، وخطوات سريعه، مش خطوات وخلاص، لا خطوات سريعه جدا عشان تواكب اللي بيحصل. انت يعني بعيد عن الدول الاخرى بمسافات في مجال الرياضه للامانه، يعني احنا اتاخرنا في افريقيا، اتاخرنا بشكل كبير جدا حتى على مستوى الاداء، مستوى اداء منتخب مصر، مش هو ده منتخب مصر، مش هو منتخب مصر كان في 2006 و2008 و2010 كان مكتسح افريقيا، والناس كلها كانت بتقول لك ده كان يعني منايم افريقيا من المغرب، يعني زي ما بيقولوا يعني باللغه الدارجه. انت فين؟ في جاب كبير جدا حصل من 2010 حتى الان في كره القدم المصريه على مستوى المنتخبات وايضا على مستوى الانديه كمان، يعني باستثناء فوز الاهلي باثنين دوري ابطال افريقيا 2017 اللي فاتت والسنه دي، انت كنت بعيد على مستوى الانديه وايضا على مستوى المنتخبات. طيب محمد، اظن يعني ان انا بقطعك بس عايز اسالك في النقطه دي تحديدا، يعني شايف انه تاخر نشاط الكروي في مصر، ان كان الاداء بقى لو هنتكلم عن النشاط المحلي الدوري اللي مش منتظم وكل المشاكل المتعلقه بيه، او حتى اداء المنتخب المصري، متعلق بشكل اساسي بالمخالفات الاداريه والماليه اللي احنا كنا بنتكلم فيها؟ طبيعي متعلق بالمخالفات، لانه المخالفات دي احنا في الاول كنا بنعتبرها ان هي فهلوه والامور بتمشي، ولكن خلاص دلوقتي بقى في يعني ثبوت جامد جدا على اللي بيحصل. في ارقام بالملايين بنسمعها، بتتكلمي عن 200 مليون او 300 مليون مخالفات في فتره من 2016 ل 20، يعني خمس سنين بتتكلمي في رقم كبير جدا، مخالفات ماليه ومخالفات اداريه. وبجانب ده بتتكلم عن زرع التعصب في الكره المصريه بين الجماهير، بين جماهير النادي الاهلي وبين جماهير نادي الزمالك. القصه ما بقتش لايحه، انت مش بتطبق لايحه، بمعنى انك انت جيت في فتره من الفترات قريبه خدت قرار بايقاف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي اربع ماتشات، جمهور النادي الاهلي زعل، فجيت خفضت العقوبه لمباراه واحده. على اي اساس؟ ومفيش اساس. شيكابالا حصل بالظبط، يعني بالظبط هي القصه بقت على رد فعل الجمهور، جمهور الاهلي زعل فانت نزلت العقوبه بدون اي اساس، فبالتالي انت شغال فهلوه مش بلايحه. الفار مضايق الناس، هنوقف الفار. بعدها بشويه عقوبه شيكابالا من 8 شهور ونص مليون جنيه على شيكابالا غرامه ماليه الى 8 ماتشات وربع مليون جنيه غرامه على شيكابالا. ده كله عشان خاطر برضو جمهور الزمالك زعل فانت نزلت العقوبه. فبالتالي انت ما بتاخدش عقوبات على مستند او على لايحه، انت شغالها بالمزاج وشغال بالفهلوه، وده طول الوقت مش هيمشي معاك. انت بعيد صراحه كده، هل المشكله مشكله منظومه ولا مشكله افراد؟ لا، مشكله داخل اتحاد الكوره، الكره المصريه مشكله منظومه، لانه كله تابع لبعضه، بمعنى احنا لسه في خلال 24 ساعه اللي فاتوا عندنا مشكله ما حدش لاقي لها حل. شيكابالا نادي الزمالك راح مركز التسويه والتحكيم قدم طعن على العقوبه بتاعت شيكابالا، مظبوط، خد حكم امبارح بالغاء العقوبه. الغاء العقوبه، مين اللي نفذ القرار؟ اتحاد الكوره. الزمالك راح لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره قال له انا لا اعتد بقرارات مركز التسويه والتحكيم. طب نعمل ايه؟ نروح يعني هيلعب ولا مش هيلعب؟ فبالتالي انت حتى ما عندكش الجهه اللي تنفذ العقوبه دي، يعني انا خدت حكم من مركز التسويه والتحكيم طبقا لقانون الرياضه، ان انا لما يبقى عندي اي مشكله كنادي او اتحاد اروح لمركز التسويه والتحكيم، خدت حكم اروح للجهه تنفذه. اتحاد الكوره بيقول انا لا اعتد بقرارات مركز التسويه والتحكيم. نادي الزمالك يروح فين؟ شيكابالا يروح فين؟ يشتكي لمين؟ يطلع بره مصر يشتكي في المحكمه الرياضيه؟ الشكوى غير اللامزله، الشكوى غير اللامزله يطلع بره. فبالتالي انت ما عندكش السيستم ذات نفسه، انه حتى بقيت ان انت لما تقع في مشكله ما تعرفش تحلها، تقعد تلف حول نفسك وفي الاخر بتحلها بالفهلوه. مره بتمشي ومره ما بتمشيش. انت دلوقتي حطيت نفسك في موقف محرج جدا، لو انت وافقت على قرار مركز التسويه والتحكيم ورجعت شيكابالا، النادي الاهلي هيقول لك انا خدت قرار
من مركز التسويق والتحكيم بغرامه 2 مليون دولار على عبد الله السعيد، وانت قلت انا ما باخدش بقرارات مركز التسويق والتحكيم، فهاد ال 2 مليون هخش دولار. هخش بقى ال 2 مليون دولار وهخش الاهلي في الدوري، في الدوري لانك انت الاهلي واخد حكم بيه برضه من مركز التسويق بدوري 99 الناشئين، حطيته في الدوري، انت رفضت الاعتراف بيه عشان ما كانش في لائحه. لو اعترفت بده بالظبط انا ما عنديش لائحه مين اللي هياخد ده. لانه بص يعني بعد ما الفرقتين اتعادلوا في النقاط في دوري 99 ما فيش لائحه مين اللي هياخد الدوري، فرق نقاط ولا مباراه فاصل. انت غيرت في اللوائح وانت اصلا مش ماشي بلوائح، انت ماشي بدماغك وبالفهلوه، فبالتالي ان ده مش هيوصلك لطريق صحيح، هيمشيك انك انت مره هراضي اهلي ومره هراضي الزمالك ومره هاجي على نفسي ومره هاجي مش عارف على حسام ومره هاجي على مين في الاخر مش هوصل. حوالين القوانين في حد ذاتها بيبقى ما فيش قوانين، ده بالتبعيه، فحتى اللاعب او اي فرد ما بيبقاش عارف اذا كان بيخالف قانون او مش بيخالف قانون، بيخالف القاعده او مش بيخالف القاعده، بيبقى فيه بعض العشوائيه وبعض اللبس. بس خليني كمان اسالك على قرار غريب الحقيقه سمعناه، وهو انه منع اي لاعب من الناشئين انه يروح لنادي ابعد من مكان من المحافظه اللي هو فيها او من المكان اللي هو فيه 50 كيلو متر. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك مثلا احنا قاعدين هنا، يعني ابعد نادي بالنسبه لي 50 كيلو متر. يعني ايه وليه؟ يعني بص احنا طول الوقت انه في واحد بس المتحكم في القرارات في الكره المصريه، فبالتالي قراراته من دماغه. يعني انت لما تيجي تحسبيها، انت عندك مثال محمد صلاح مكسر الدنيا، وكل الناس دلوقتي بتنادي ان محمد صلاح يستحق الكره الذهبيه. الحمد لله ان القرار ده ما طلعش وقتها. الحمد لله محمد صلاح طالع من النجريج في ناشئين في المقاولين العرب، من المقاولين العرب لبازل انتشر في الدنيا. انت بقرارك ده بتحرم مصر ان هي تشوف محمد صلاح تاني، لانك انت خلاص انت يعني حسمت الامور، المنافسات في القرى والنجوع والمدن والمحافظات غير المنافسات في مصر، فانت بتحرم اي ناشئ ان هو يقدر ينزل من مثلا المنوفيه للقاهره عشان يلعب مع اي في اهلي زمالك في المقاولين في انبي، بتحرم ده. فبالتالي انت حتى قراراتك اللي انت بتاخدها هي قرارات عند من الاخر انت بتعاند مع منظومه كامله، زي ما انت الناس كلها رافضه شوقي غريب وانت جبت شوقي غريب مدير فني للمنتخب الاولمبي، واحتمال دلوقتي كابتن شوقي غريب يعني يقولوا له شكرا يعني عشان في ضغط ان انتوا مشيت كابتن شوقي ورجعته تاني، فاحتمال في كلام طالع انت ادرى مني بالكلام ده. صح ليه القصه بقول ان هو هيكمل كابتن شوقي، مكمل كابتن شوقي. كابتن شوقي الكلام اللي طلع بتاع اول امبارح ده ان كابتن شوقي لا ده كابتن شوقي بيجهز معسكره، ولما لقى الدنيا بقى في دوشه كتير جدا فقال لك انا ابدا بقى اعمل اي تدريبين ولا اي معسكر من الاسبوع الجاي، هيبقى عنده معسكر هنا في عشان ابقى اقول ان انا موجود ان انا مشغال. انك انت يعني قرارات غريبه جدا وغير مدروسه انت عاملها عشان خاطر انت مش حابب تبقى في رابطه انديه محترفه. ايوه هي بقى دي النقطه اللي انا عايز اقف معاك، فبالتالي انا بحط عراقيل قدام رابطه الانديه لدرجه انه حتى الان اتحاد الكوره رافض انه يعمل حساب بنكي لرابطه الانديه، فبالتالي معطل كل شغله. طيب خلينا بقى نقف عند الحته دي، يعني عطفا على كلام جمانه وكلامك في فكره ان يبقى 50 كيلومتر للاعب الناشئ، الكوره في العالم اصبحت صناعه، هي استثمار ضخ اموال، ولنا في النادي الاهلي وتحديدا نادي بيراميدز الاسوه، وفي بقى انديه كتير جدا، يعني عندك كوكاكولا اللي بقى فيوتشر، وعندك وفاركو وفاركو كتير، ونادي سموحه ايضا، وعندك يعني في او نادي زد، يعني في الانديه اللي بيضخ فيها اموال هي اللي يعني بيراميدز اكبر مثال، وبيلعب كونفدراليه افريقيا. وتعال نشوف بره تشيلسي، ابراموفيتش في الدوري الانجليزي، مانشستر سيتي، كل الانديه لازم يكون في استثمار لانها صناعه، في ضخ فلوس. فانا دلوقتي الناشئ اللي طالع من تحت لما يفضل وهو متميز سين من الناس، لما يروح يلعب في نادي صغير ويفضل انا لغايه لما يبقى عنده 18 سنه عشان يروح لنادي كبير، يبقى انا بقتل الموهبه دي، يبقى انا بقتل الاستثمار الكروي، يبقى القرار ده ضد الاستثمار، ضد ان انا يكون عندي دوري كويس. ال- 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 الوضع ده هل لجنه او رابطه الانديه بقى الجديده اللي احنا عايزين دوري محترفين بقى لنا سنين من ايام كابتن جوهر عايزين نعمل محترفين، رابطه الانديه هتقدر تنفصل تماما عن اتحاد الكره وتاخد الانديه بتاعه الدوري الممتاز والانديه بتاعه الدوري الدرجه الاولى، تقول له اتحاد الكره شكرا جزيلا ميرسي كده حضرتك خليك في المنتخب وفي كاس مصر، وانا بقى هعمل استثمار بجد وهعمل دوري بجد وهظبط قاعده الناشئين ودوري الدرجه الاولى ودوري الدرجه الثانيه؟ وده المفروض اللي يحصل، اللي انت بتقوله ده المفروض هو اللي يحصل، ولكن على ارض الواقع ده مش هيحصل غير بتدخلات، لان انا يعني لسه ذاكر وقلت لك انه حتى الحساب البنكي الرابطه رابطه الانديه اتحاد الكره رافض يفتح الحساب البنكي، فبالتالي ان كل شغلهم متعطلين، يعني حتى لدرجه ان اول اجتماع للرابطه كان في مقر يعني رئيس الرابطه
مقر خاص بيه، لانه الاتحاد الكره رفض يفتح حساب بنكي، فبالتالي انك انت ما تقدرش تضخ اصلا اموال، ولا تقدر تاجر مكان تعمل فيه اجتماعات، ولا تقدر تعمل اي شغل يعني، ولا اي اتفاقات. فبالتالي وطول الوقت وخلاص هو اتحاد الكره او اللجنه الثلاثيه او المهندس احمد مجاهد بيحط عراقيل قدام رابطه الانديه وقدام المجلس المنتخب اللي جاي طول الوقت. لما انت تاخد قرار الناشئين ده، انت بتقضي على كل الناشئين في مصر، بتقول انا مش هطلع محترفين تاني بره مصر ولا حتى جوه مصر، انا يعني قفلت الباب عند الناشئين. لما تبقى عندك 18 سنه ابقى بفكر في مستقبلك، وده يعني مستحيل ما بيحصلش في العالم كله، والقرار ده انا عمري ما شفته قبل كده في اي مكان. يعني تاخد قرار بيه مثلا عوده شوقي غريب في ظل رفض شعبي لعوده شوقي غريب، وفي نفس الوقت لسه عنده ارتباطات بعد سنه ونص بتتكلم في 20 شهر في مليون جنيه شهريا، فبالتالي بتتكلم في 20 مليون جنيه. ليه انا كاتحاد كوره ادفع 20 مليون جنيه لمنتخب اولمبي لسه مش هيلعب غير بعد سنه ونص؟ هل ده مش اهدار مال عام ولا القصه في ايه؟ ثم ان انا اصلا ما عنديش يعني ما عنديش ارتباط الشهر الجاي، فانا اقول ان انا مجبر ان انا اتعاقد معاه، ما عنديش حاجه، ولكن انا طول الوقت بحط عراقيل امام الرابطه وامام المجلس المنتخب اللي جاي، بحيث انه لما يجي يلاقي ازمات كتيره جدا مفخخه قدامه يبدا يتحرك يشتغل عليها، مش يشتغل على الفكر اللي هو جاي عليه. يعني كرابطه جايه بتشتغل على حاجات بتيجي تلاقي مشاكل قدامها ما تقدرش تشتغل عليها، بتفكر تحل المشاكل الاول. المجلس اللي جاي هيفكر طب ماشي شوقي غريب واجيب جهاز ثانيه، طب الناس هتهاجمني، طب اسيبه شغال. الرابطه بدل ما بتفكر ان هي تقعد مع شركه تذكرته وتعمل سيستم للجماهير ويبقى في فان اي دي للجماهير وفي تذكره موحده ب 100 جنيه ويبدا تتحرك العجله تدريجيا، مش 500 ولا 200 يعني 100 بس. بص ما هو طول الوقت في شائعات بتخرج، ولكن انه الرابطه يعني ومع شركه تذكرتي ده السرعه اللي احنا بنتكلم فيها، انه طول ما تلاقي شائعه رد ببيان رسمي وضح للناس لا الكلام اللي بيتقال ده غير صحيح. يعني بدايه الكلام اللي انتشر قال لك ان التذكره ب 1000 جنيه وده مستحيل يعني عقلي يصدقه، ولكن طالما الشائعه بتنتشر انت رد عليها. بيخلص للاسف سريع جدا وبشكل عام، احنا شايفين دلوقتي في يعني مشكلات كتير جدا، والموضوع بقى تطور لفساد مالي واداري وما الى ذلك. سريعا جدا، من اين يبدا اصلاح حال الكره المصريه؟ احنا كنا في وقت من الاوقات كنا متقدمين، دلوقتي احنا متراجعين بشكل كبير قوي في وقت كمان قليل. يبدا اصلاح الكره المصريه اولا اجراء انتخابات فوريه لاتحاد الكره، وجود مجلس منتخب ومعاك رابطه منتخبه، ويتعمل سيستم الكل يمشي عليه سواء اهلي او زمالك او غيره، كله يمشي على السيستم ده، مش في اتحاد الكره بس، في كل الاتحادات وكل الانديه، ويبقى عندك قانون الرياضه يتم تعديله من جديد من قبل لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب، ويتم خلاص يبقى في سيستم ماشي بيه في الكره المصريه، تبدا تفكر بعد كده في صناعه الكره، تبدا تفكر انك انت تجيب ملايين ومليارات من صناعه الكره القدم زي ما بيحصل في العالم كله. وقتها لما يبقى في سيستم محدش هيزعل، محدش هيشتكي، محدش لا الجمهور هيغضب ولا هيبقى في تعصب اصلا حتى بين الجماهير، لانك انت يعني كرابطه جيت نجحت انك انت تحصل على موافقه عوده الجماهير للمباريات. احنا لينا 5-6 سنين بننادي بعوده الجماهير، لما تيجي تحصل على موافقه زي دي بعوده حتى لو جمهور بسيط 2000 جمهور، لما يلتزم الجمهور هتبدا ال 2005 و10 هتبدا العجله تتحرك، يكون في سيستم. فالاصلاح من مجلس منتخب ولائحه واضحه على الكل ومحاسبه المخطئ، دي احنا مش لازم نغفلها، لان احنا كل وقت ما بنحاسبش. لائحه واضحه وتطبق على الجميع بكل تاكيد. الناقد الرياضي محمد مهدي، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. حضرات الساده المشاهدين، 9 صباحا بتوقيت القاهره، موجز اخباري جديد مع لندا. اليك لندا. شكرا حسام. 9 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن رجال الشرطة يجب أن يكونوا قدوة للمواطنين في التعامل معهم وتلبية مطالبهم، مشيرا إلى أن التعامل مع الرأي العام ليس أمرا يسيرا. وخلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكد الرئيس السيسي أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ أمن الوطن في مرحلة دقيقة من عمره. كما وجه الرئيس السيسي التهنئة للضباط والخريجين الجدد، ووجه الشكر لأسرهم على تقديم أبنائهم وبناتهم لتولي مهمة عظيمة تتمثل في حماية أمن مصر وسلامة أبنائها. انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5 بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية،
وتستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري. بدأت مراسم التدريب وصول وحدات الإنزال الجوي الروسية لقاعدة شرق القاهرة الجوية واصطفاف عناصر من القوات المشاركة من الجانبين. وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين. هذا ويأتي تدريب حماة الصداقة 5 في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، وفي ضوء تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والروسية في العديد من المجالات. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 780 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 270,973 حالة. وأعلنت وزارة الصحة في بيانها عن تسجيل 877 حالة إصابة جديدة فضلا عن 47 حالة جديدة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابة بكورونا في أوروبا شهدت زيادة تقدر بـ 7% الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت تزايدا في أعداد الحالات. وحذرت المنظمة من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدا على القارة الأوروبية. وأوضحت المنظمة في تقييمها الأسبوعي للجائحة تسجيل نحو 2,700,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 46,000 حالة وفاة جراء الفيروس الأسبوع الماضي في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن أعلى معدلات الإصابة بكورونا سجلت في أوروبا والأمريكتين. تجري كوريا الجنوبية اليوم أول تجربة لإطلاق صاروخ محلي الصنع إلى الفضاء، ووضع الصاروخ الجديد ذو الثلاث مراحل والمزين بعلم كوريا الجنوبية على منصة إطلاقه في مركز نارو الفضائي قبيل الإطلاق. وصمم الصاروخ نوري ويعني العالم لوضع حمولة وزنها طن ونصف الطن في مدار على ارتفاع يتراوح بين 600 و800 كيلومتر فوق الأرض. انطلق مهرجان البحر الأحمر للسياحة والأحداث الرياضية في نسخته الأولى بمشاركة 10,000 متسابق ومتسابقة من 100 جنسية مختلفة. يهدف المهرجان للترويج للفعاليات الرياضية وتعزيز قيمة السياحة الرياضية والترويج للمناطق السياحية المختلفة. ويتضمن المهرجان 15 فعالية، منها رياضات المغامرات والسيارات وألعاب التحمل والماراثونات والسباحة المفتوحة والدراجات الهوائية وغيرها من المنافسات. في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد 2021-2022، وبعد تنسيق رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مع جميع أندية الدوري الممتاز وفي ظل تحديات جائحة فيروس كورونا، فقد تقرر تحديد سعر موحد لتذكرة مباريات الدوري الممتاز على أن يكون السعر الموحد هو 100 جنيه. نهاية موجز التسانع والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية الحلقة، النهاردة بنحتفل بالقوات البحرية المصرية، بنحتفل بعيدها 54 واللي بيتزامن مع عملية تدمير المدمرة إيلات لما العدو حب يستعرض في مياه البحر. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في البداية، كان الجيش المصري لسه في مرحلة إعادة بناء، لكن قوتنا البحرية قدرت أنها تكبد العدو خسائر كبيرة جدا. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن يوم البحرية مع اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم، نورنا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينكم الأعزاء. الحقيقة أنه القوات البحرية المصرية خلال هذا الوقت بعد نكسة 67 خلينا نقول لها اشتركت مع العدو الإسرائيلي الحقيقة في عدة اشتباكات، وقدرت أنها فعلا
تحقق الهدف المنشود وقدرت تكبد العدو الإسرائيلي خسائر كتيرة جدا مع كمان اختلاف خلينا نقول القوة وقتها. عايز أعرف من حضرتك دلالة أنه القوات البحرية المصرية تقدر تنفذ عمليات عديدة وتشتبك اشتباكات عديدة مع العدو الإسرائيلي خلال هذا الوقت وقدرت أنها ترجع الثقة والكرامة للمصريين في هذا الوقت. هو طبعا القوات البحرية عندنا من القوات البحرية القديمة، يعني لو تشوف أنت تحس بقدرات القوات البحرية لما أنشئت سد أيام محمد علي، مجرد ما بدأت القوات البحرية تبقى مهدد لمناطق منطقة الشرق الأوسط أو منطقة بحر المتوسط بالذات في أنها كانت هتوصل لإسطنبول عن طريق البحر المتوسط عن طريق اليونان، تكالبت عليها القوى الكبرى لأن هذا الموقع الاستراتيجي لمصر ده مفروض الدول الكبرى مش عايزة يبقى فيه قوة تتحكم فيه حتى لو كنت أصحابه، ولازم نعرف أن ده تهديد مستمر لينا، ده تهديد مستمر لمصر ما فيهاش كلام على مر الزمن ومش هينتهي. وبالتالي انت بتقدري او تبقى محضر نفسك لمقاومه التهديد ده، حتى على الاقل تبقى تدافع نفسك عن نفسك فيه. فبعد كده القوات البحريه بعد المشكله دي بدات تقل الى ان قامت ثوره 52 وبدات تغير في مفهوم القوات البحريه، بدات تدخل فيها عناصر جديده. لما حصلت 67 كان حصلت الهزيمه وكانت مره، وكان الروح المعنوية عندنا قد بقت فيها مشكلة يعني. فهنا يمكن الجيش المصري قام بثلاث عمليات اللي سببت فيها رفع الروح المعنوية واستعادت القدرات المصرية في أنها تنتج مرة تانية. نمرت واحد ضربة جوية في شهر 7 ضد تجمعات للعدو في إسرائيل، وإحنا لسه من النكسة ما بقالهاش 20 يوم. فإزاي القوات الجوية اللي اتضربت وهي سبب في هزيمة أكتوبر في هزيمة 67 تبقى تضرب تاني تكون اول رد. فده كانت اول حاجه بتعيد الروح لنا. عمليه راس العش ان بورفؤاد كانت هي الحته الوحيده اللي في اسيا، وانت اسرائيل كنت عايز تحتلها مجموعه بسيطه من قوات الصاعقه عند راس العش كيلو 10.5، عملت الكمين 13 دبابه دمرتهم فرجعت القصه، فدي رفعت برضو معنويات الناس. في كملنا في شهر 10 على طول موضوع الاستعراض القوة، وده الغرور بقى جابت المدمرة إيلات وعليها طلبة كلها حربية، وجايب يستعرض قدام بورسعيد تقريبا دخل المياه الإقليمية على أن احنا في المياه الإقليمية اللي انت أصلا محدش يخشها إلا بإذن. كان في محاولات كتيرة كان بتدخل وبتطلع كذا مرة. فهو جاب الزيارة بقى ويشرح للناس أدو بورسعيد هي وبالليل هتبقى شكلها إيه، وبقى فرجة. هنا قامت الانشات اللي كانت موجودة في بورسعيد، ودي كانت اول مره. عشان كده دايما اقول القوات البحريه عندنا دايما بتبقى فيها مفصل التقدم، لان ما كانش استخدام الصواريخ فيها حروب، فده اول مره تستخدم الصواريخ، واربع صواريخ دمروا المدمره في نص ساعه كانت خلصان. فهنا تاريخ. لو انت شفتي مثلا برضو في 56 قبلها هتلاقي جول جمال برضو بلاتش توربيد ضرب مدمره فرنسيه غرقها قدام رشيد. إذن هنا الدافع القتالي والدفاع عن البلد ده موجود حتى لو كنت بسلاح صغير، أنا لازم أعمل بمفاجأة وبالتالي بتغيري شكل المفهوم. النهاردة مثلا في مصر التهديد عندنا اتغير، كان زي ما التهديد معظم بيجي من الشرق الشمال الشرقي ونطلع نصده بره في الشام نعمل مصر القدماء والكلام ده. النهاردة في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي التهديد اتغير. ليه؟ الثروات بتاعتك عشان انت عملت اول مره في مصر تخطيط استراتيجي على 15 سنه، ما كانش عندنا قبل كده، كنا بنعمل 5 سنين خطه خمسيه، والخطه الخمسيه كانت سنتين وتفرج بقيت الثلاث سنين الباقيين تفرج احنا ميسره. لكن دي انت اول مره بتعملي تخطيط استراتيجي، معنى عملت تخطيط استراتيجي معناه انت شايفه هتوصلي لفين ومعاك امكانيات توديكي فين، هتدبريها ازاي. فمن ضمن تدبير الموارد الماديه في مصر الثروات البحريه. فالثروات البحريه لما انت عملتيها هترسم حدود. طب الثروات دي هتضمي مياه جديده، ما عادتش بقى ال 75 كيلو المياه الاقتصاديه الصغيره اي فرقاطه او لانش يجيبهم.
لكن ده انت ضميتي مثلا مع اليونان ضميتي 125 كيلو زياده في البحر ومحتاج قوه تحميها، ومع قبرص عملت الكلام ده. الاستثمار هنا لو انت جبتيه وما عندكش التامين للمستثمر هيغلى عليكي، لان هو هيجيب شركه تامين تشيل. لكن انا لما اكون عندي قوه بحريه بتاعتي يبقى انا هقدر اشيل تكلفه التامين. عشان كده جبنا الاسترال والرافال والقواصات الالماني. هو خلينا بس في ايه يعني، لما ناخد نموذج بس المسترال لوحده هو اللي يجيب لك الامان، انت بتامنه بقى بالغواصات والكلام ده موضوع تاني طبعا. لكن انت الاصل المسترال دي بتشيل كتيبه ومشاة معداتها. لو انت حصل تهديد على اي حفار وحفارات في البحر هتروح تدمره هتروح له وديله فرقاطه، هتعمل ايه الفرقاطه؟ ضربه مدفعين ولا صاروخ؟ لكن انت عايز تخلصه مظبوط، فلازم يروح في افراد يعملوا الكلام. فانت جبت المسترال فيها الكتيبه ومشاة، فيها المعدات البرمائيه بتاعتها، فيها الطيارات اللي تقدر تروح تعمل الكلام ده بالزبط. يبقى استخدامات الوسائل القتال كلها موجوده وعناصر القتال كلها موجوده، يبقى انت بتحقق هنا ايه زي ما حضرتك قلت تخطيط استراتيجي، وكل موقع حسب اللي يحتاجه زي ما حضرتك انت عايز تعمل ايه. وبالتالي حتى تكلفه شراء السلاح هتبقى من العوائد اللي انت عملتها، ومنشيل تكلفه التامين، يبقى انت ما خسرتش. او انت يبقى الفكر الاستراتيجي ناضج بيعمل لك وبيسهل لك اللي انت عايزه. وبالتالي هنا بدات انت في التخطيط الجديد انك تجابه التهديد اللي جاي لك من البحر المتوسط، وخاصه بقى في دول عايزه يا تمنعك يا تاخد يا تشاركك بالظبط، وملهاش حق، واحنا عارفين طبعا مين. فبالتالي انت هنا وقفت وعملت الرد. لما حصل ان هم حبوا يخشوا المياه الاقليميه او المياه الاقتصاديه وينقبوا فيها، انت اعلنت ان انت قادر وواقف هتصد. فرجع يبقى هنا استخدمت برضه فكر استراتيجي اللي هو التهديد باستخدام القوه بدل استخدام القوه، يبقى انا وفرت بالظبط زي ما انت عملت قوه الردع. القوه الردع موجوده، بس انا التهديد باستخدامها او استخدمها ده فرعين. لو هستخدمها يبقى دخلت في حرب، والحرب مكلفه ولها مشاكلها. لكن التهديد باستخدام الحرب وتبقى على شفا منه يبقى خلاص. وتجربوا الكلام ده في سرت، لما انت في سرت قلت خط احمر سرت الجفره اللي هيقرب منه هضربه، وعملت تفتيش الحرب وعملت المناوره الكبرى وعملت الرمايات اللي بالاسلحه الرمايات الفعليه بالذخيره الحيه على نماذج مشابهه للي موجود. فاصبح انت عندك النيه انك انت هتحارب، يبقى انا هنا ما اجيش ناحيتك فوقفتك، يبقى هنا اسمه تهديد باستخدام القوه، يبقى بتوفر لك انك انت تخش في الحرب. وبالتالي انت عملت الكلام ده في البحر المتوسط. نفس الكلام لما انت وفرت بقى ورسمت حدود مع السعوديه، دخلت مناطق جديده، لان هناك البحر في البحر الاحمر بتقسم بالنص، لانه ما دامت مسافه اقل من 400 متر اقل من 400 كيلو تتقسم بالنص. وبالتالي بقت مناطق البحث والتنطيب في البحر الاحمر بقت مامنه بالاسطول الجنوبي، والتهديد اللي عندك اللي هيجي اصلا من عند باب المندب انت عملت قاعده برنيس عشان ما تقطعش القوات البحريه من السويس لغايه باب المندب 2000 كيلو 3000 كيلو 2500 كيلو تقريبا مره واحده. فانت جبته ناحيه الحدود بتاعتك في برنيس بينك وبين التهديد 1000 كيلو، يبقى انت قريب لردع التهديد. يبقى هنا كل ده القوات البحريه بتتحرك دلوقتي بفكر استراتيجي يامن قواتك وقلل التكلفه بالظبط. طيب ست اللواء، لو رجعنا تاني بالتاريخ الى فتره حرب الاستنزاف الى الفتره الحاليه وفكره تنويع مصادر التسليح للجيش المصري وتحديدا للبحريه، يعني حضرتك ذكرت في حثت القضاء على المدمره الاسرائيليه ايلات، احنا طلعنا اللانشين بالاسلحه المستخدمه، الصواريخ اللي استخدمت تم استخدامها سطح كانت روسي سوفيتي، واللانشات كانت سوفيتي. النهارده احنا وصلنا ان احنا عندنا قطع بحريه فرنسويه والمانيه، وإيلات نفسها كانت انجليزيه بريطانيا وشركه 56 بالظبط. ففكره ان انت يبقى عندك تنويع للمصادر السلاح، وحتى كمان في بدايه الوقت انت بلانشين بتدمر مدمره بريطانيه بصواريخ سطح سوفيتي. لا ما هو ده، ما هدي بقول لحضرتك مفصل في تقدم في استخدام الاسلحه في العالم، لان ما كانش استخدم قبل كده، فبقت التجربه الحقيقيه في حرب حقيقيه موجوده.
فبتتسجل. لكن انت في التدريب بتسجل تدريب مش بتسجل عمليات. مظبوط. فالعمليات هنا لها موقف اخر. انت لو جينا في تنويع مصادر السلاح احنا عندنا خبره في الموضوع ده. ليه؟ لان انت لما كنت قبل ثوره 52 كان سلاحك انجليزي. مظبوط. لما جيت تعمل وكان من ضمن مبادئ ثوره يوليو العظيمه يعني اللي هو انشاء جيش وطني وطني قوي والقضاء على الاستعمار قصاده يعني. فانت لما جيت بقى قضيت على الاستعمار والانجليز ومشيتهم فجيت تقول له عايز تسلح لك مفيش. فروحنا للتشيك. فروحت انت لروسيا. روسيا كاميها عندها دول اوروبا شاركوا لك تبعها. مظبوط. فبتستخدم منها. فديتك صفقه تسليح التشيكي اسمها التشيكي لانها بامر من روسيا. اتخذت سنه 54 فبدات تتغير. وبدات تشتغل في الموضوع ده وبقى الغرب زعلان. طب ما انت اللي عملت وانت بتتقمص وبعدين تزعل. يعني كلمه عامه اي شويه معلش يا جني لكن هو بيتقمص وبعدين يزعل. طب احنا عملنا بالزبط. لما جينا في حرب 73 هنا برضو عشان تبقى عارف ان التسليح مش سهل. التسليح بيبقى في مناطق فيها توازن. يبقى التوازن ده بيفرضه القوى الكبرى مش عايز وجع دماغ في المنطقه فيعمل توازن. التوازن ده من وجهه نظر اللي عنده قوه بشريه كبيره ومساحه كبيره في الارض تلاقي الكتله الحيويه في قوه الدوله الشامله اللي الرئيس دايما بيتكلم عنها كتله حيويه فيقول لك اديله سلاح دفاعي والكتله البشريه بتاعته او الكتله الحيويه بتاعته قليله وسكانه قليلين يديله سلاح هجومي. ايه سلاح هجومي وسلاح دفاعي؟ سلاح هجومي انك انت تبقى مديات السلاح واستخداماته اكتر من التاني. يعني مثلا اديك مثال مثلا انا يعني انا دبابتي مثلا بتضرب 1800 متر زمان. العدو كان دبابته زي ما دخلت حرب اكتوبر 2800. يبقى هو بيعتبر هجومي وانا بعتبر دفاعي لان انا مش ههاجمه طول ما هو بعيد عني. بالظبط. لكن هو يطلن من اي مكان. فبالتالي يبقى انا لما كنت دبابتي زي دلوقتي بتجيب ال 2800 وهو 2800 اقصى مدى دلوقتي يبقى احنا الاثنين متعادلين. يبقى هنا على الاقل انا هجم عليك تهجم علي انا بقى كله حسب ظروفه. وبالتالي زي الطيران وزي البحريه زي الغواصات. غواصه مثلا تقدر تقعد تحت المايه 7 ايام في غواصه تقعد شهر. يبقى هي الافضل تقعد شهر مش هتكشف مكان يبقى بتقدم مهامها باحسن. ومن هنا بتبدا انت في سوق السلاح ازاي تخترقه. وهنا يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده فكر نظر في الموضوع ده ان هو حط المصالح المشتركه والمتبادله هي اساس التعامل. لان انت لما امريكا جت انت بتقاوم مشروع وسط كبير اللي هم بيقودوه ضدك اللي هو الربيع العربي والربيع بتاع دوت يعني المهم فانت بتقاومه فهم واقفين ضدك فجيت في التسليح عشان انت قضيت على الجماعه الارهابيه اللي في مصر بقى اوباما زعلان فراح قال لك مفيش تسليح. طيب يا سيدي مش عايزين تسليح احنا نتصرف فتصرفنا فروحنا لفرنسا ورحنا لروسيا لكل اللي مصلحته. مظبوط. عارف كل اللي مصلحته. انا مصلحتي اخد السلاح وانت مصلحتك ترجع الشرق الاوسط الجديد اللي كنت مشيت منه. وفرنسا عفوا انت ببعت سلاحك مش شغال انا ابيعها لك لان انا دوله في المنطقه دولة حضارية رغما عن أنف الجميع والناس كلها بتعمل زي كل العالم الثالث ده والعالم المتقدم بيعمل زي ما بعمل. فمجرد ما اخدت صفقة الرافال راح له تعاقدات شغاله 20 سنة بسبب صفقة الرافال اللي خدها المصريين. فهو جالك لمصلحته وبالتالي اخد منك اللي انا عايزه بقى. اخدت منه فرقطات واخدت منه الكلام. ألمانيا انا دخلت شركة سيمنز وعملتها نموذج في العالم. صحيح. فبالتالي يبقى انا فتحت له السوق يبقى هات الغواصات اللي كانت واقفه عندك وهات لي الحاجات اللي انا الجديده اللي انا عايزها خد. رغم ان هم من حلفاء موضوع الشرق الاوسط الكبير هم اللي بيقودوه. شوف انت هنا المصلحه بتفك وده بيبقى ده بيسموه ذكاء السياسي اللي تقدر تحل بيه مشاكل كتير. وبالتالي قدرت تطور قصاح القوات البحريه تطور يعني مش عايز اقول لك مثلا اضعاف ما كان موجود في حياتها كلها. انت تبقى عند اصول شمال اصول جنوبي تعمل قواعد بحريه جديده تجيب لانشات سطح لانشات الحراسه السريعه الطويله. كان عندك بتطلع اللانش من مطروح عشان يروح ناحيه السلوم بيقعد نص يوم واللانش التاني قصاده اثنين المهربين حافظين توقيتات عبور اللانشات. ده النهارده هناك لما عشان لما تقرا في الافتتاح 3 يوليو يقول لك 12
12 لانش سريع عميق يعني يوصل 10 كيلو، يبقى في الحته دي يبقى المراقبه على الشاطئ في الحته دي بقت كل دقيقه، ما بقتش كل 12 ساعه، لان اللانشات دي هتعمل الدورات بتاعتها ما فعادش بقى في فارق في الفواصل والمسافه قليله 100 كيلو ولا 150 كيلو بدل التانيه كانت 250. فهنا التطور حتى في استخدام القوات البحريه بقى واضح جدا وقدراتهم بتبان وشغلهم في التامين بيبان بقى. النهارده القوات البحريه في 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 تامين سواحل مصر 10 على 10، ما كانش الكلام ده بيتحقق عندنا قبل كده. طيب سياده اللواء، بما ان كمان حضرتك يعني ذكرت قاعده 3 يوليو وكنا بنتكلم عن تنويع مصادر التسليح، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو شفنا أنه في بعض الوحدات المنضمة حديثا لقوات البحرية رفع عليها العلم المصري، ودي تم تصنيعها في شركة ترسانة الإسكندرية وأيضا ترسانة القوات البحرية. فكرة أنه مصر دلوقتي قادرة على تصنيع سلاحها دي فكرة مهمة جدا برضو وخطوة مهمة جدا. هو التصنيع الحربي غالي غالي، خاصة لو أنت هتصنعين نفسك لأنه تكلفته عالية، فلازم يبقى في التصنيع الحربي يبقى ليه سوق للبيع. عشان كده انت لما قلتي مع فرنسا انا اخد حق الانتاج التصنيع عندي، يبقى مشترك بيني وبينك، يبقى بقلل تكلفه الانتاج وبتدخل التكنولوجيا الحديثه في التصنيع عندي وبضمن جزئيات كتيره موجوده عندي لغايه ما عملتها يعني ساعه بجمع الاول وبعدين دلوقتي بشترك. زي مثلا عشان في المدارات عارف الموضوع، دبابه الام 1 لما جت عندنا كنا بناخدين حق تصنيعها، كان كلها بتيجي من امريكا وبتتركب عندنا. قعدنا هنا لغايه النهارده وصلنا 80% من الدبابه المصري. فاذا هنا هو ده التطور الطبيعي. وصلنا برضه عملنا في ناقله جند فهد تقريبا. ما خد انت الدبابه نموذج، خد بقى كل حاجه في تدريع يبقى دخلنا فيها، حتى الناقلات لان الناقلات اصلا كمان اللي بتشيل الدبابات دي ناقلات في الفكر العسكري ده فكر استراتيجي. ما تتوفر عندك بتديك حريه الحركه، لان الدبابه ما بتمشيش على الارض. لان الكيلومتر اللي الدبابه بتاعه على الارض مكلف يوصل 80 دولار في الكيلو، فبالتالي لابد انها تتشال. فلما تتشال عشان انا انقل دبابات من مكان لمكان يبقى نيه حرب او تجهيز لحرب، فيبقى اسمها نقلات استراتيجيه. فبالتالي انت كمان لما تصنعها عندك بدل نشتريها، احنا لما جينا نشتريها في حرب اكتوبر عشان حرب اكتوبر عملنا ايه؟ عثمان احمد عثمان يشتريه وهو بيشتغل في العراق ويجيبهم هناك خرده يتجمعهم وبعدين اجمعهم عندي وانا استخدمهم عندي في خطه الخداع الاستراتيجي. فبالتالي ده لما انت بتاخد من دروس اكتوبر، بقى بنقول انها دروس اكتوبر بتفيدني في الجمهوريه الجديده، يبقى انا كده على الطريق الصح. تأكيد. يبقى انا هغير في الفكر الاستراتيجي للبلد، هغير فكر الاستراتيجي سواء في التنميه، هغير فكر الاستراتيجي في في في, في الردع، في مجابه التهديدات الجديده اللي موجوده عندي، وبكده يبقى انا اعتقد على الطريق الصح بكل تاكيد ان شاء الله. ربنا يكرمنا ست اللواء، يعني سعداء بوجودك معانا دايما. الله يخليك يا سيدي، شكرا جزيلا على وجودك. احنا يعني سعداء بوجودك هنا وسعداء بالاحتفال بيوم البحريه المصريه، وسلسله طويله طبعا من التواريخ الهامه في تاريخ مصر، ويشرفنا دايما وجودك يا فندم. الله يخليك، شكرا. الله يخليك ست اللواء محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق، شكرا جزيلا. حضرات الساده المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع من بعده نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر، انتظرونا. من يومين تم إعلان الفائزين بجائزة التميز الحكومي اللي بتستهدف تشجيع روح المنافسة والابتكار والإبداع بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية. إيه بقى الموضوع ده وتفاصيله؟ هنعرفها من ضيفنا العزيز المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي. صباح الخير يا فندم وأهلا بك. صباح الخير. صباح النور. اهلا بيك. يعني ايه جائزه التميز الحكومي؟ سؤال كويس قوي. جائزه التميز الحكومي هي جائزه اطلقت في مؤتمر للتميز الحكومي انعقد في 2018، كان برعايه السيد الرئيس،
والغرض منها ان هي احد روافد تطوير فعالية الجهاز الإداري في الدولة. الدولة من كذا سنة وهي بتشتغل على تطوير فعالية الحكومة من اتجاهات مختلفة، منهم مثلا التحول الرقمي، منهم مثلا بناء الكوادر الجديدة وتطوير وما إلى ذلك، ومنهم جائزة التميز الحكومي اللي هي جائزة بتهدف إلى نشر ثقافة العمل المتميز وتحقيق الإنجازات والإبداع والابتكار من خلال انها بتسلط الضوء وبتبحث عن النماذج المتميزة واللي بتنجز انجازات تفوق العادة. ده بشكل عام. بتعمل كده ازاي؟ بتعمل كده عن طريق انها بتدرب الناس على معايير للتميز، وبعد كده بتبتدي انها تقيم الجهات المختلفة سواء كانت مؤسسات او افراد على مدى ما حققوه فعلا على الارض. بتقيم جهات، خلينا ندي امثله مثلا زي الكليات وزي المحليات، بس كمان بتقيم جهات خدميه. وهنا بقى يبان قوي الغايه بتاعه الجائزه. الغايه بتاعه الجائزه مش مجرد رفع كفاءه الجهاز الاداري للدوله ومكافاه بعض المتميزين، ده مهم، ولكن الغايه في النهايه ان ده ينعكس في انه جوده خدمات حكوميه مقدمه للمواطنين، ينعكس في انه الجهاز الاداري للدوله يبقى جهاز كفء وفعال، يعلي من تنافسيه الدوله، واللي هي في النهايه هتعود بمردود على تحسين فرص الاستثمار، تحسين مناخ الاعمال، تحسينات مختلفه برضه هتعود في النهايه على المواطن بانه بقى في فرص عمل افضل وبقى في بدائل افضل. فده فلسفه الجائزه واطارها بشكل عام. الجائزه زي ما قلت اطلقت في مؤتمر تميز في 2018، اتعملت الدوره الاولى منها في 2019 وكانت 15 فئه. كان في توجيهات لرئيس الوزراء في نهايه الدوره الاولى بان احنا نزود فئات خدميه علشان يبقى في تركيز اكتر على الفئات الخدميه، وده اتعمل فعلا. كان في برضو توجيه بان احنا نبتدي ندي جوائز من مرحله مبكره في السلم الوظيفي للافراد المتميزين وليس فقط القيادات، وده اتعمل. فبقت 19 فئه في الدوره الثانيه. طبعا الدوره الثانيه الحقيقه كان فيها تحدي كبير جدا، لان هي ابتدت في بدايه 2020 وكلنا فاكرين ان في الفتره ديت كورونا ابتدت وما الى ذلك، وكان في يعني قلق كبير من انه يعني في درجه مخاطره عاليه لو استمرينا. لكن الحقيقه كان في اراده واضحه من قيادات الدوله انه نستمر، لانه جزء من التميز وجزء من فلسفه التميز هو مواجهه التحديات والتعامل معها بطرق غير تقليديه. وزي ما كتير مننا اتصرف في الفترة ديت، التكنولوجيا أنقذتنا فقدرنا إن احنا ندرب الناس برضو بس عن بعد من غير بالضرورة تواجد، بل بالعكس التكنولوجيا سمحت لنا إن احنا ندرب عدد أكبر. طيب مهندس باشمهندس خالد خنيق، أقف مع حضرتك عند النقطة دي. يعني حتى نتكلم قبل الهوى، حضرتك وضحت إنه بيتم تدريب المتسابقين أو الموظفين، بما إن أصلا الجائزة أو هذه المسابقة معنية أكتر بالموظفين وبالجهاز الإداري لتحسين الجهاز الإداري للدولة المصرية والحكومة المصرية. فحضرتك اشرح لنا بقى واشرح للسادة المشاهدين هذه الآلية، لأنه احنا بنعرف مثلا مسابقة يعني بيتقدم شخص أو بيكون في منافسة، أما أنه يكون في تدريب مسبق وبعد كده بيكون في جائزة، دي غريبة شوية. تمام، دي نقطة مهمة جدا. الحقيقة هي احنا بنحاول دايما أن في جائزة مصر للتميز الحكومي نأكد على حقيقة مهمة، أن الجائزة ليست مجرد مسابقة وليست امتحان. الجائزة هي تغيير ثقافة وتغيير سلوك. وتغيير الثقافة والسلوك احنا عارفين ان هو بياخد وقت، ولان هو تغيير ثقافة وتغيير سلوك فهي المسألة مش مسألة ان احنا بنمتحن الناس، لا، احنا عايزينهم فعلا يبقى عندهم الادوات وعندهم القدرات اللي تمكنهم من التغيير ده. وبالتالي عايز ارجع خطوة بس اوضح ان الجائزة لما بيحصل فيها تقييم بيحصل بناء على معايير محددة، ممكن نشرحها بعد شوية، بس يعني معايير محددة وواضحة وجوانب مختلفة، سواء اذا كان الجهة المقيمة ديت جهة خدمية او جهة حكومية او ابداع وابتكار او كل واحدة من الفئات دي لها معايير. فاول حاجة في الموضوع ان المعايير دي معلنة. والمعايير دي معلنة على موقع للجائزة، موجود بالعربي وموجود بالانجليزي وموجود يوتيوب وموجود كل حاجة. ففيها شفافية تامة. فلما بنيجي بندرب الناس الاول يعني ايه المعايير دي وشكلها ايه في التطبيق، فبنديهم امثله المعيار ده لما يكون متطبق شكله بيبقى عامل ازاي. يعني لما نقول ان مثلا جهه ما عندها خطه استراتيجيه، مثال لشكل خطه استراتيجيه، لما نقول ان جهه ما بتقيس وبتطور وبتراجع ادائها
يعني ايه بتقيس ادائها ويعني ايه بتطورهم، فبندربهم على المفاهيم دي كلها وعلى المعايير اللي هم هيتقدموا لها. بعد ما يتم التدريب على المعايير بندربهم على حاجه كمان مهمه، ازاي يقدموا طلب للترشح يعكس انجازاتهم. طبعا حضراتكم ممكن تقولوا طب ما انت كده خلاص معناها ايه المسابقه ومعناها ايه الجائزه، ما هو الناس عرفت كل حاجه. لا، المحك الاساسي في التقييم هو مدى تطبيق ده بقى في الواقع. يعني هي الجائزه مش جائزه نظريه، الجائزه مش مجرد ان انا اقدم ملف ترشح وانا كده تمام والملف مكتوب كويس ومطبوع بالالوان ومش عارف مين خالص، كل ده مجرد تذكره دخولي للمسابقه. انما المسابقه الفعليه والتقييم الفعلي هو ان انا بعمل زيارات ميدانيه، بروح الجهه بقيمها. طب انا على اي اساس بختار الجهه؟ يعني اذا كان انا بدرب الناس كويس وبعرفهم احنا هيحصل ايه وبقيم ما مدى تنفيذ ما دربوا عليه، تمام، يبقى انا بختار جهه في الاول. سؤال حضرتك ممكن أقول إن هو ليه علاقة بالترشح للجائزة والتقدم للجائزة. بالزبط. الجائزة الحقيقة في كل فئة من الفئات اللي فيها، زي مثلا عندنا فئة الكليات الحكومية، عندنا فئة المحليات بمختلف مستوياتها من قرية فصاعدا لغاية مدينة ومركز، عندنا فئة لها علاقة بالمراكز التكنولوجية في الأحياء، عندنا فئة لها علاقة بمكاتب البريد و في كل فئة من دول الجائزة مفتوحة لكل من ينتموا إلى الفئة دي. يعني مثلا مكاتب البريد كمثال، احنا بنخاطب 4000 مكتب بريد بندربهم. بعد كده التقدم 4000 من كم مكتب بريد في هم كلهم 4000. يبقى احنا حضرتك دربت 4000 طبعا الكترونيا ده ساعدني ان انا ادربهم، السنة اللي قبلها ما قدرتش ادرب ال 4000. يعني السنة دي في 2021 هقول لحضرتك بالظبط اشترك في التدريب حوالي 600 مكتب بريد فعليا، بس الدعوه اتبعتت ل 4000 مكتب. يعني انا بعت الدعوه للتدريب ل 4000 طبعا. ومين اللي بياخد القرار انه يوافق يشترك في التدريب ولا لا؟ ده سؤال كويس. اولا عاده بيبقى يا اما اذا كانت الجهه دي بتتبع محافظه مثلا، فبتبقى عاده على مستوى المحافظه بيتاخد القرار مين اللي هيترشح. الحقيقه كان السيد رئيس مجلس الوزراء كان وجه في نهايه الدوره الاولى انه التقدم في كل فئه يبقى اجباري على كل المنتمين للفئه، ولكن نظرا للظروف اللي حصلت مع الكورونا وما الى ذلك، وان كان في ناس بتشتغل من 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 البيت وناس مش قادره انها تبقى متواجده او تتواصل او فكان في يعني ايه تفهم للموقف دوت. لكن برضو لو حضراتكم تابعتوا الحفل في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، فهو برضو كان في توجيه بالعوده للالزاميه بعد الانتهاء من ازمه الكورونا، فاحنا هنرجع للالزاميه. فعوده الى سؤالك، هو الترشيح مفتوح لكل المنتمين للجهه، لكن انا كجائزه كاداره جائزه ما بجبرش حد ان هو يترشح. طيب عشان نوضح النقطه اكتر يا فندم، يعني حضرتك على سبيل المثال كده بيكون طلبه الجامعات مثلا بيتعلموا ازاي يقدموا ما فيش داعي ندخل في الطلبه، لان هو لا بقول على سبيل المثال ان انا اوضح الفكره، ان هو بيكون بيتعلموا بروجكت معين او مشروع معين، وبعد كده بيكون التقييم على اساس هذا المشروع او جوده هذا المشروع. بالظبط. طيب 4000 لو هناخد مثال البريد، نتكلم في 4000 مكتب بريد، اللي بالفعل اشترك 600 مكتب بريد بالموظفين اللي فيهم، دي ده مجهود كبير جدا ان انا ادربهم وبعدين اقيمهم، ويعني دي آلية كبيره قوي وبالتالي محتاجه مجهود يعني اكبر من احنا متوقع. الناس ممكن لما تسمع مصطلح او تسمع فكره انه في جائزه للتميز الحكومي مجرد جائزه والناس بتتقدم. لا الموضوع كبير. هو كبير فعلا. لانه ارجع تاني واكرر، يمكن معلش ان انا بكرر نفسي، بس لانه الفكره هي بناء ثقافه وليس مجرد تقديم جوائز. الفكرة تحول في الفكر، الفكرة تسليط ضوء على نماذج تستحق فعلا عشان الناس التانية تتعلم منها، وليست مجرد يعني أنا بقولها بتعبير الدارج، يعني هي مش يا نصيب، هي مش مجرد حد بيقدم وإحنا بنعمل كده سحب ويكسب، لا. طب حضرتك كنت تحدثت عن المعايير كمان وأجلتها، معايير بقى معايير الاختيار أو معايير تختاروا حتى جهة بعينها، إيه هي هذه؟ طيب أنا عايز أفرق بين حاجتين. في معايير للتقييم وبعدين هشرح آلية التقييم نفسها. معايير التقييم يمكن لو خدت أهم فئة في الجائزة اللي هي بنسميها فئة المؤسسة المتميزة، ودي بتنطبق على الكليات بتنطبق على المحليات. الفئة ديت ليها 3 معايير رئيسية وتحتهم معايير فرعية. المعيار الرئيسي الأول واللي عليه 60% من وزن التقييم هو مدى
وجود خطط وآليات عمل في الجهة تحقق رؤية مصر 2030. المعايير دي بتبقى مثلا المؤسسة المتميزة دي ممكن تبقى جامعة، ممكن تبقى محليات، ممكن تبقى، ولا في حاجة للجامعات وحاجة للمحليات وحاجة لل... أولا هي مش جامعة، هي كليات. احنا كليات. بناخد كلية لأن الجامعة مؤسسة كبيرة ومعقدة، فصعب انها تتقيم ككتلة واحدة، فبتبقى كلية ليها معايير، ولو محليات ليها معايير مختلفة شوية، بس برضو في 60% يعني بس تحت نفس الجائزة، تحت نفس فئة المؤسسة المتميزة. هي فئة مؤسسة متميزة تحتها كل الكلام ده. بالظبط كده. تمام. فالمعيار الأولاني والرئيسي هو 60% على تحقيق رؤية مصر 2030، وده الحقيقة اللي بيخلينا نقول إنه الموضوع بتاع التميز ما هوش مجرد جوائز ونكرر تاني، لكن هو أحد الأدوات لتحقيق رؤية مصر 2030. لأن لو تخيلنا إن المؤسسات المتميزة اللي بتطلع دي كلها وبتفوز عندهم 60% من تقييمهم للفوز على تحقيقهم لرؤية مصر 2030، ولو تخيلنا إن الثقافة دي انتشرت، هي رؤية مصر 2030 مش هتتحقق لوحدها، هي هتتحقق من نفسها، يعني هتتحقق من خلال إن كل ترس من التروس بتاع الجهاز الضخم اللي اسمه الدولة يبقى بيتجه في هذا الاتجاه، عنده خطط واضحة على المستوى الاستراتيجي والمستوى التنفيذي لتحقيق هذه المستهدفات وشغال عليها. طبعا حضرتك ممكن تتخيل ان انا لما بيفوز معايا مثلا مكتب بريد او وحده محليه في الوادي الجديد او في احد الاقاليم بعيد شويه عن العاصمه وبعيد شويه عن الناحيه المركزيه، وبتتكلم معاه على رؤيه مصر 2030، فانت تتخيل الناس بذلت مجهود قد ايه وفكرت واشتغلت على انها تربط نفسها ويبقى عندها خط واضح للرؤيه ما بين مصر كدولة متوجهة لفين على 2030، وهم دورهم في إطارهم بيعمل إيه. ده مثلا مثال اللي احنا بندربهم عليه، إزاي يربط نفسه، إزاي يبقى شايف الخط. في محور آخر أو معيار آخر مهم عليه 20% هو الابتكار والإبداع، إزاي إن هم بيبتكروا طرق جديدة في إن هم يقدموا الخدمة للمسؤولين عنها أو يديروا المؤسسة بتاعتهم، فده بعد برضو مستقبلي وبنحفز الناس فيه من خلاله على ان هم يفكروا خارج الاطار التقليدي وخارج القيود اللي هي ممكن تبقى متوارثه بشكل ما. والبعد الثالث او المعيار الثالث الرئيسي هو ما يسمى بالممكنات او اداره موارد المؤسسه بطريقه تحافظ على التميز، مش ان احنا نحقق التميز السنه دي والسنه الجايه نضيع. فكره الاستدامه. الاستدامه بتاعه التميز. بالظبط. اشكرك. زي مثلا ازاي بيدربوا ناس من الصف الثاني عشان ما تبقاش بس مجرد الناس اللي موجوده النهارده دي هي حققت تميز وبعد كده خلاص، ازاي مثلا بيحافظوا على مواردهم بشكل عام، ازاي مثلا بيرشدوا الانفاق علشان يقدروا يحافظوا على مستويات الاداء وفي نفس الوقت من غير ما تزيد التكاليف، او يطوروا مستويات الاداء من غير ما تزيد التكاليف وما الى ذلك. كل معيار من الثلاث معايير الرئيسيين اللي قلتهم دول تحتيه بقى معايير فرعيه، فاحنا بنشرح لهم كل معيار من دول يعني ايه، بنديهم شكل للتطبيق عامل ازاي، بنديهم تدريب على المهارات اللازمه عشان المعيار ده يتطبق، كل ده بيتم التدريب عليه. طيب. بعد التدريب ارجع بقى لسؤال حضرتك على التقييم. التقييم بيتم على عده مراحل. اول مرحله احنا السنه اللي فاتت بسبب الكورونا الحمد لله برضو قدرنا نحول التقديم للجائزه بالكامل الى تقديم الكتروني. في الدوره الاولى كان في جزء ورقي، نتيجة الكورونا وما إلى ذلك خلاص بقى صعب جدا، ونتيجة زيادة الأعداد عودة إلى سؤالكم على أنه الحجم ضخم بقى التقديم كله إلكتروني. والتقديم الإلكتروني فادنا في حاجة، أنه نتيجة أن احنا حطيناه على منصة إلكترونية وما إلى ذلك قدرنا أن احنا ندي للناس على طول يعني بشكل لحظي فيدباك لو في حاجة من اللي هم بيقدموها لا تصلح. لو المعلومة مش كافية السيستم على طول بيقول لهم لا ده الملف ده مش كافي أو كذا. بعد ما بيتم التقديم بنقفل بيتم تقييم مكتبي. تقييم مكتبي ده في عندنا مقيمين بيراجعوا الملفات دي كلها برضو الكتروني لانها اوريدي بقت موجوده على منصه الكترونيه، ومن خلالها بيبتدوا يرتبوا الملفات دي. طبعا لان احنا يمكن في مرحله مبكره مجرد تاني دوره ففي ملفات كتيره برضو لسه بتبقى لا ترقى للمستوى. بنطلع من خلال المرحله بتاعه التقييم المكتبي دي بنوصل الى احسن 10 في كل فئه، يعني احسن 10 كليات، احسن 10 مراكز، احسن 10 مدن، احسن 10 وهكذا. والعشرة دول هم اللي احنا بنروح نزورهم ميدانيا ويتم تقييمهم ميدانيا. فده التسلسل. من خلال التقييم الميداني بننزل من احسن 10 لاحسن 5 بالترتيب بتاعهم.
الخطوه اللي بعد كده بيبقى عندنا حاجه اسمها لجنه التحكيم، ولجنه التحكيم ديت مهمتها انها تقيم التقييم، زي كده لو شبهتها في النظام القضائي زي محكمه النقض اللي هي بتقيم الحكم. فلجنه التحكيم بتقيم التقييم وهي اللي بتعتمد وتقر الترتيب النهائي. ده كده الخطوات اللي احنا بنمشي فيها. عشان كده لو برضو حضراتكم تابعتوا التقييم دوت بياخد حوالي 45 يوم، والدوره الاخيره دي خدت 89,000 ساعه عمل، 45 يوم بيشتغل فيه حوالي 140 شخص، مجهود ضخم جدا. فالموضوع طيب بيبقى دقيق يعني. باشمهندس حضرتك قلت ان دكتور مدبولي قال ان في الدوره القادمه هيكون في الزاميه للتدريب. الزاميه الاشتراك. الزاميه الاشتراك مش للتدريب. الاشتراك. يعني خلينا ناخد طيب المثال بتاع مكاتب البريد. الدوره دي اتدرب 600 من 4000. الدورة القادمة هيتم تدريب ال 4000 كاملين ان شاء الله. ده الزامي على كل مكاتب التدريب والزام مكاتب البريد. مكاتب البريد والزامي ايضا على ال 4000 مكتب بريد بعد ما يتلقوا التدريب ان هم يخشوا المسابقة يتقدموا. هو الحقيقه الالزام على دخول المسابقه، هو لو حبوا ما يتدربوش ويدخلوا يعني حاجه ترجع له. طبعا هم بيتدربوا، لازم هيتدرب عشان يعرف يخش. الهدف الاساسي التدريب. طبعا الهدف الاساسي انه الثقافه تتغير. طيب مين بقى اللي بيدرب وبيدرب ازاي؟ كويس قوي، ده سؤال مهم جدا. الـ 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 ودي حاجه ليها علاقه بحوكمه الجائزه. اللي بيشتغلوا على الجائزه في نوعين، في نوع فريق الجائزه زملائي اللي انا يعني عايز انتهز الفرصه ان انا طبعا اشكرهم وافخر بيهم جدا جدا، المجهود والاصرار اللي عندهم على انه فعلا يقدموا تجربه متميزه علشان تبرز المتميزين في الجهاز الاداري للدوله. دول مسؤولين عن اداره الجائزه. الاداره ديت في جزء منها تنفيذي وفي جزء منها فني وتقني وتخصصي يعني. مهمتنا في كفريق إدارة جائزة إن إحنا بنجمع من المجتمع، من الناس المحترفين والمهنيين المتخصصين في فكر التميز وفكر الجودة، المتخصصين في التدريب والمتخصصين في التقييم. فإحنا لما بيجي ندربهم مثلا على الجزئية اللي أنا شرحتها بتاعت رؤية مصر 2030 وكده، إحنا بنجيب مدربين متخصصين في التخطيط للتنمية المستدامة والاستراتيجية، مش إحنا اللي كفريق جائزة بندربه. بنختارهم ازاي؟ في معايير معينه ليهم، وفي طريقه يعني زي فكره التقييم برضو ان احنا بنقيم الخبراء دول وبنجيبهم، وبعضهم بيكون حتى ايفن يعني او من خارج مصر واستفدنا بالادوات الالكترونيه في ان هو يقدر يدرب وهو موجود خارج مصر. نفس الكلام بالنسبه للمقيمين. فاحنا عوده الى سؤالك، اللي بيدرب مدربين متخصصين كل في كل معيار. يعني لما جيت لهم مثلا على محور الابداع والابتكار، جبت شخصيه معروفه على المستوى الوطن العربي كله في مجال الابداع والابتكار، وهو اللي ادى التدريب. وهكذا الادوات الالكترونيه بتساعدنا، لانه هو ممكن يعمل التدريب بطريقه تفاعليه، وبنرتب مع الجهات المختلفه. يعني مثلا لما بدرب في الوادي الجديد او لو بدرب في سوهاج او دربت بوسائل الكترونيه، مش لازم كل الناس تعتمد على تليفوناتها او كمبيوتراتها، لا، احنا احيانا بنرتب مثلا مع جامعه انها تفتح قاع وتوصل سيمينار الكتروني يعني. سيمينار وتوصل ويبقى سيمينار الكتروني. ففي طرق الحقيقه ابتكرناها وتعلمنا كتير قوي بسبب الكورونا السنه اللي فاتت، اليات وادوات ان احنا نقدر نتواصل مع عدد كبير. طبعا يعني المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والمشرف العام على جائزه مصر للتميز الحكومي، حضرتك الحقيقه شرحت لنا شرح وافي هذه الجائزه، وهي خطوه مهمه جدا، واكيد الفرق هيبان على مدار كمان الاعوام القليله أكيد القادمه. أكيد. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، منورتنا في صباح الخير. شكرا جزيلا، انا متشكر جدا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليكم حضرات الساده المشاهدين، كنا معاكم من 7 الصبح النهارده الى 10 الصبح بكره ان شاء الله حلقه جديده. ان شاء الله كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات بكره بنفس الميعاد، حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، ان شاء الله تستمتعوا بالاجازه، اجازه طويله، خميس جمعه سبت، استمتعوا بيها. وصباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.